يعني نقدر نقول من الخطوة دي إن حضرتك هتترك مجال التسجيلات الصوتية وهتنتقل لعمل البرامج التلفزيونية؟ لا طبعاً، التسجيلات الصوتية هي الأساس وهي الأكثر انتشاراً، لأنك بمنتهى البساطة تقدر تسمعها في كل مكان. يعني ممكن تسمعها في البيت، في عربيتك، في الشغل. أما التلفزيون فهو لي وقت معين وجمهور معين، يعني ببساطة كده تقدر تقول إن الاثنين بيكملوا بعض. شيخ عايز حاجة؟ أنا هاخد التسابح حضرتك وهي معايا تليفون. طيب قول لها تستناني في المطعم في الفندق اللي أنا بقعد فيه. تحت أمرك. اتفضل. طبعا زي ما حضرتك عارف إن التلفزيون بقى ينتشر قوي تقريبا في كل بيت، بس ده طبعا ما يخليناش ننكر أهمية التسجيلات الصوتية، وإحنا في مجالنا بنحاول نستخدم كل السبل لنشر الدعوة. لكن جمهورك الحقيقي في مصر، وحضرتك اتعاقدت مع قناة فضائية مشفرة، مش مرتبطة غير بطبقة معينة، حضرتك مش شايف إن ده هيقلل من وجودك بالنسبة للجمهور المصري البسيط؟ والله في نشر الدعوة إحنا بنحاول ننشرها في كل الأماكن وفي كل البلاد، يعني ده شيء كويس لما الناس كلها تستفيد، لأن رسالتنا نشر الدعوة في كل مكان. ايه اللي انت بتعمليه ده يا اخويا؟ ايه لعب العيال الصغيره ده؟ انت هتقعدي تطرديني كده في كل حته؟ وانت هتفضل تهرب مني كده في كل حته؟ بصي انا هنولك اللي انت عايزاه، انا موافق ان احنا نتجوز. بجد يا حسن؟ بجد، بس على شرط الجواز ده هيفضل سري. يعني ايه؟ يعني سري بيني وبينك. لا لا انا مش هتجوز عرفي، العرفي ده سكته وحشه قوي يا حسن. هو حد جاب سيره العرفي؟ انا وانت هنتجوز عند مأذون شرعي على سنه الله ورسوله زي ما الكتاب بيقول، بس مش هنبلغ ولا هنعلن حد. وده يبقى جواز ازاي يعني واحنا بنعمل حاجه مسروقه؟ وبعدين ده مش عيب ولا حرام يعني نخبيها ليه؟ هو ده يبقى جواز برضو يا حسن؟ طبعا جواز شرعي واتنين شهود، وانت برضو ممكن تبلغي صحابك المقربين دول. احنا محتاجين ان كل الناس تعرف ليه. عشان عايزة كل الناس تعرف اني بحبك يا حسن. اهم حاجة ان انا اعرف ان انت بتحبيني. اشتغل في حاجة تانية فيه؟ لا شكرا يا حبيبي، شكرا. طب وانت بتحبني يا حسن؟ وتقلع النضارة دي يا حسن، انت لابس نضارة شمس ليه واحنا قاعدين هنا؟ هو انت ناسية ان انا شيخ؟ ما ينفعش اتشاف بصحبة امرأة غريبة، ده شيء مش كويس. ايوه يعني شيلها ثانيه، يعني عايزه اشوف عينيك. طيب خلاص خلاص، وادي عينيا يا ستي. ارتحتي؟ تحبيني يا حسن؟ طبعا، امال انا هتجوزك ليه؟ يوه لبستها تاني برضو؟ طب ماشي، انا موافقه على الجواز بالطريقه دي، بس على شرط. موري نخلف، انا نفسي في حته عيل. نعم دي أمنية حياتي يا حسن، نفسي في حتة عيل، ده أنا بشوف العيال ماشية كده بتشحتف عليها. طيب فليقضي الله أمرا كان مفعولا، على العموم لكل حادث حديث. الكلام المشبك ده مش فاهمة ولا كلمة، وبعدين قول لي كده كلام يشبك قلبي، ليه كلام حب ولا هو الحب حرام يا شيخ حسن؟ لا مش حرام، بس شعرك ده حرام، ابقي غطي القصة بتاعتك. ماشي. طب ما تاكلي. طب اقلع النضاره والنبي وانا اكل. حاضر. اتفضل. بصي بقى يا زوزو، انا المقاول قال لي ان كلها 3 4 شهور وهيكون بقى غير لنا الالوانات دي خالص وظبط السباكه والدنيا هتبقى زي الفل. استنى هنا، ايه اللي 3 4 شهور؟ ده كتير قوي، واحنا كل ده يا اخويا هنقعد واحنا لسه ما اتجوزناش؟ الله، ده انت مستعجله قوي بقى. اه يا اخويا مستعجله. طب بقول لك ايه؟ انا عندي حل حلو قوي. انت تيجي تقعد معايا في شقتي، نتجوز فيها وكل حاجه كامله لغايه يا اخويا شقتك تخلص. ايه يا زوزو اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا، انت كده بتشتميني، ده انا راجل شرقي. الله، وانا بشتمك ليه؟ انا وانت يا اخويا زي بعض، وبعدين شقتي كامله وجاهزه، وبعدين بقول لك لغايه ما شقتك تخلص، فلوسي هي فلوسك. شقتي هي شقتك وانت سيدي وتاج راسي. يا حبيبتي ماشي، انا عارف ان احنا واحد وكل حاجه، بس انت برضه يا زوزو يعني كان وشك حلو عليا والحمد لله، انا دلوقتي ربنا كرمني بعرض حلو جدا من نادي الزمالك، يعني هسيب الترسانه واروح الزمالك،
يعني بصي هي كلها شارح بس هعديه. وحياه ربنا بجد؟ اه والله العظيم. هتروحي الزمالك يا واد؟ ايوه. ده انا هزغرط لك وهعمل لك زفه. الف مبروك. بس يا اخويا ليه ما رحتش الاهلي؟ انا سامعه ان هو بيكسب كتير قوي الدوري وبيدفع فلوس كتير قوي اللعيبه بتاعته. بصي بقى يا زوزو، انا بصراحه فكرت بالعقل. هو دلوقتي الاهلي اه عارضين عليا وهيدوني فلوس جامده جدا، بس في ثلاث لعيبه في نفس مركزي في الاهلي. طب انا لو سبت الزمالك مش هتشاف كويس، وممكن اقعد في الدكه شويه لحد ما يجي دوري وادخل في الاهلي. طب ليه بقى ما نلعب في الزمالك واخد مكاني واتشاف بشكل حلو؟ والنبي يا اخويا ناور، وبعدين ما فرقتش كتير اهلي ولا زمالك، الاثنين بحبهم. بالظبط كده. وبعدين الزمالك دلوقتي كمان بقى بيعملوا حاجه جامده قوي، هياخدوا احسن لعيبه من كل فرقه، يعني هيبقى فريق الاحلام. فريق الاحلام؟ تصدق انا احلامي كلها بتتحقق؟ اصل انا حلمت ان انت هتروح بفرقه كبيره جدا وهتجيب جوان وتكسب، وحلمت كمان ان احنا هنتجوز قريب. الله اكبر بقى، ده انت ما تشوف عنك الحجاب يا زوزو. وكل احلامي بتتحقق يا اخوي. الله، حلو قوي بقى يا زوزو. طب بقول لك ايه يا زوز، احنا دلوقتي لو رحنا قعدنا في شقتك مش في بابا وماما وعيد وبتاع، ازاي بقى عريس وعروسه كده يعني والخلوه و... لا مفيش مشكله خالص، اصل انت ما تعرفش انا شقتي دورين، دور تحتاني يا اخويا ودور فوقاني. هم هنديهم الدور التحتاني اخويا وابويا وامي، والدور الفوقاني بقى انا وانت. تفتح الشباك كده تشوف جامعه الدول العربيه كلها من اولها لاخرها، منظر حلو قوي. وبعدين انا هقول احنا هنعمل باب عند السلم ما بين الدور الفوقاني والدور التحتاني، نوقف الواد يتعلي ونعمل لهم جرس كمان عشان يخبطوا لو عايزين يطلعوا فوق. وبعدين يطلعوا فوق ليه؟ دول بيناموا بدري. خرب بيت دماغك يا زوزو. ماشي يا ستي، يعني اضمن ان انت هترقصي لي لوحدي؟ ارقص لك بس. وبعدين زوزو بترقص للناس كلها، مش هترقص لجوزي حبيبي سيدي بتجراسي. الله عدلع. الله، حلو قوي بقى. انت بقى ترقصي لي في البيت لوحدنا، وانا اروح في الملعب افضل ارقص اللعيبه واخدهم عند الجون واروح رازع جون على طول. شفت بقى ان انا وانت لايقين على بعض؟ انت ترقص في الملعب وانا ارقص في الكباريه. طب بقول لك ايه يا زوز، مفيش بقى بوسه هد كده لما الماتش يبتدي والحكم يصفر؟ وبعدين يلا اصلا انا بخاف افضل معاك في حته لوحدينا. والنبي. باي ذا واي، انا كلمتك امبارح على التليفون ما رديش عليا. ما شفتش انك كلمتني. ده بجد؟ تودي بطلي بقى الحركات دي، اوكي؟ عشان مش انا اللي تعمل علي الحركات دي. بليز بعد كده لما اكلمك تردي عليا. وانت بتغير عليا ولا ايه؟ اه بغير عليكي وبحبك كمان. انا مش فاهم، هو انت بتحبي جوزك ابو المكالم ابو الكوامل ده، انت بتحبيه؟ لا يعني مش بحبه بالمعنى المفهوم يعني، بس جواز يعني اسمه ونصيب، جواز يعني استقرار. بعدين كان بيني وبينه عشره اعرفه من زمان يعني، انما مش حب. يعني بتحبيه ولا مش بتحبيه؟ لا ما بحبوش. طب وايه اللي مخليكي معاه؟ في واحده بالجمال والحلاوه دي تفضل مع واحد اسمه قبل الكوامل ولا المكارم؟ انت ازاي مش شايفه نفسك كده يا توتي؟ وبعدين انا بقعد افكر فيك كتير قوي، بقول هو انا اوصفك بايه؟ يعني انا عدى عليا ستات كتيره جدا، وشفت ناس كتيره جدا من جنسيات مختلفه، شفت البرازيليه. اقول انت على فكره انت زي البرازيليين بالظبط. بس اقول لا، توتي فيها حاجه مختلفه. اقول يمكن فرنسويه عشان رقيقه، جميله، رومانسيه. برضه بقول لا. اقول يمكن امريكانيه. كل الامريكان جيرلز بيحبوا ان هم ينطلقوا يسافروا، جريئه، ست جريئه. بس انت فيكي كل الحاجات دي كلها. في الاخر بقول هي توتي بالظبط عباره عن ايه؟ عارفه في الاخر بقول ايه؟ ان انت ميكس غريب ويونيك، ولازم تكوني مع حد يفهمك، لازم تكوني مع راجل يقدر فعلا يحطك في الحته المظبوطه. انت رايحه لي مع ابو الكوامل ده. يخرب بيت حلاوتك يا شيخ، يخرب بيت كلامك الحلو. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا لهوي، انا هصدق على فكره. ما تصدقي طبعا. انت مش بتضحك عليا؟ وتفتكر ان في حد في الدنيا يقدر يضحك على توتي؟ لا ما حدش يقدر يضحك عليا. بس كمان اي ست تسمع الكلام اللي انت بتقوله ده لازم تدوخ، لازم تصدق. على فكره انا مش بتكلم، اعتبريه كده او تقدري تقولي ان ده قلبي هو اللي بيقول الكلام. او انت عايز تتجوزني؟ اه طبعا، اه طبعا عايز اتجوزك، ليه لا؟ انا كتير بفكر في الموضوع ده، نفسي تبقي معايا في كل حته، نفسي معايا في الديفيليه
نفسي معايا في الاتوليه واحنا بنشتغل، معايا في البيت نفكر مع بعض نفتح بيزنس كبير، عايزك تبقي في حته تانية خالص. توتي انت دماغك حلوه جدا وفعلا مش متوظفه صح. عندي ليكي خبر حلو يا بنت وز. ايه والنبي يا اختي، بقالي فتره ما سمعتش اخبار حلوه، قولي. مش هتصدقي. طب يا بت ما تقول. لا ده حلو قوي، انا مش مصدقه نفسي. يخرب بيتك شوقتيني، بقول لك قولي فرحيني. انا وحسن هنتجوز. انت بتهرجي؟ ايوه. اخيرا هتتجوزي؟ يا نهار ابيض، اقوم ازغرط ولا اعمل ايه؟ معقوله الشيخ حسن ملوش وش من قفه، اخيرا يا بنت عرفت تجيبيه؟ ده ما كانش ليه ماسكه. انت وزه ما تشتميهوش، ما تقوليش عليه كده. ما اشتموش ايه؟ لا طبعا اشتمه يا بنت، ده اللي بهدلك وجرجرك وراه ودواخك وراه السبع دوخات، اشتمه. ايوه بس انا برضه خوخ وقعته على جدور رقبته. شاطر يا بنت، ما هو الرجاله كده، تحط فلفص تفلفص تفلفص لغايه ما في الاخر يقع زي العجل وما تقوملوش قومه. اسالينا انا، ده انا خبره في الرجاله. برضه عجل يا وزه؟ برضه عجل؟ صدقي بقى الواد حسن ده يتغنى له، كنت فين يا حسن امك. لا مش هم، اخوك بتدور عليك. ده قمر، ده يتغنى له يا حسن يا خون الجنينه يا حسن يا غالي علينا الدلع يا حسن. يا اختي على الحب. مبروك المكتب الجديد. الله يبارك فيكي. ومالك كده بتقوليها من غير نفس؟ انا عايزه اعرف ايه حكايتك مع اللي اسمها خوخه دي. حكايتي في ايه يا بيان؟ بتتكلمي معايا كده ليه؟ رد عليا، ايه حكايتك مع الزفته دي؟ انت عارفه ان اللي بيننا شغله بس. شغل؟ واللي بينهم شغل يروحوا يتغدوا لوحدهم في مطعم؟ الله بقى، انت بتراقبيني. انا مراتك يا شيخ حسن، ولازم اعرف عنك كل حاجه. مراتي؟ هو انت كل شويه هتقعدي تقولي لي مراتك مراتك مراتك؟ في ايه؟ ايوه مراتك. ولا الجواز العرفي ده مش جواز يا شيخ حسن؟ ما حكم الجواز العرفي؟ مش ان انا ابقى مراتك برضو ولا ايه؟ ها؟ ولا تحب ان انا ابقى عشيقتك؟ استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله. ما انت كويس اهو، وهو الجواز العرفي يديك الحق انك تتصرمح؟ انت ازاي بتتكلمي معايا كده؟ رد عليا زي ما بكلمك يا شيخ حسن، انا عايز اعرف ايه حكايتك مع الحيوانه دي. قلت لك مفيش، شغله بس. انت بتكذب يا شيخ حسن، انت ما تعرفش ان اللي بيكذب بيروح النار. بيان بطلي طريقتك دي، ها؟ ولا قسما بالله لكون مطلقك دلوقتي. تطلقني وهتعلن طلاقنا بقى ولا ايه؟ ولا هيبقى طلاق في السر زي جوازنا؟ وبالمناسبة ده يبقى اسمه ايه؟ طلاق رسمي ولا طلاق عرفي؟ خليك انت كده عايشة في أبوابك. شوفي انا مفيش في حياتي غير الدعم، هو ده اللي انا مركز فيه وبس. ماشي يا شيخ حسن، هصدقك وربنا يكون معاك في الدعوة وشغل الدعوة. شفتي خلود هانم بتاعتكوا طلعت ايه يا حاجه؟ طلعت خدامه ولا تسوى؟ كانت بتشتغل في البيوت. لا وايه، كل ما تروح تشتغل عند واحده ترسم على جوزها او ابنها، وكانت بتتجوز عرفي ومسيار وكله بقى زي ما انت عارفه يا حاجه. لولا بس الحظ، لولا حظها اتجوزت واحد غني ومات وورثت وبقت خلود هانم. وانت عرفتي الكلام ده منين يا بيان؟ عرفت مطرح ما عرفت بقى. المهم انت بقى ايه هتعمليها؟ على انها لسه هانم بنت الحسب والنسب والاصل اللي شرف. انا حبيبتي هعملها بما يرضي الله، لان انا مش عارفه المصدر اللي جايب لك المعلومات دي. عايز ايه من البنت؟ ما جايز عايز يتبلى عليها، وجايز انت نفسك بتتبلي عليها. انا بتبلى عليها؟ انا اتبلى على واحده زي دي؟ اتبلى عليها ليه بقى كده يا حاجه؟ ماشي. وبعدين انا عايزه اعرف يا حاجه، انت تعرفيني انا الاول ولا تعرفيها؟ طبعا يا بيان اعرفك انت الاول، ده انت روح الحاجه وما شفتش منك اي حاجه وحشه. بس يا حبيبتي انت جايبه لي معلومات مش عارفه اصدقها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني انا لازم اتبين صح؟
ايه ده؟ يعني بعد كل اللي سمعتيه ده بقيت انا الفاسق؟ طب الله يسامحك يا حاج. ربنا يسامحنا كلنا يا حبيبتي، بس اللي بيقول كلام غلط عن الناس بنية التشهير بيقولوا عليه كده، وانا وانتي عارفين ان هي حتى لو كانت وحشه زمان بس اهو لازم نستر عليه عشان تابت. مش عارفك انها تابت، دخلتي جواها ولا ما شاء الله يعني مكشوف عنك الحجاب؟ انا مش هرد عليك عشان انتي في بيتي وعشان مقدره حالتك النفسيه، بس لنفرض ان هي كانت مش كويسه لكن دلوقتي بقت كويسه، يعني تابت، يعني ربنا اللي يعرف نيتها، لان انما الاعمال بالنيات والنيه دي بتاعت ربنا، ولا ايه يا بيان؟ ماشي يا حاج، الحق عليا، الحق عليا ان انا جايه انقذك. تقولي لي كده تنقذيني انا؟ لا يا حبيبتي، انت مش جايه تنقذيني انا، انت جايه تنقذي الشيخ حسن. انا ليه يعني؟ اقول لك ليه، عشان انت عارفه كويس قوي ان الشيخ حسن بيثق فيا ثقه عمياء، يعني لو انا نقلت له الكلام اللي انت بتقوليه ده هيصدقني على طول. طيب انا عايزه اعرف بقى دلوقتي ناويه تعملي معاها ايه؟ العمل عمل ربنا يا حبيبتي. الاول اتاكد من المعلومات اللي انت قلتيها ديت، وبعدين ساعتها اتصرف. بقول لك ايه، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. كتر خيرك يا حاج. ركز معايا كده. في ايه يا حنين، انت مجنونه ولا ايه؟ اتجننت ولا ايه؟ انت لو ما ردتش عليا هوري لك شغل الجنان اللي على اصول. ارد عليكي فين يعني؟ انت كنت فين الايام اللي فاتت ما بتردش على التليفون ليه؟ كنت نايم، كنت نايم يا حنين. ارتحتي؟ نايم بقالك 3 ايام. ويا ترى كنت نايم لوحدك ولا كان معاك حد يا استاذ شريف؟ قصدك ايه بالظبط؟ قصدي يا حبيبي ان انا مش نايمه على وداني، وعارفه كويس ايه اللي بيحصل بينك وبين الزفته اللي اسمها توحه، وانا اللي كنت مفكرهم يومين وهيعدوا. بص يا حنين، انت لازم بقى تفهمي كويس جدا الفرق ما بين الحب وما بين الشغل، اوكي؟ وانا مستقبلي بقى مهم جدا. وتوحه هي مستقبلك يا شريف؟ توحه واقفه جنبي وهتعمل لي الدفليل اللي انا عاوزه. يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني يا بيبي لازم تفهمي ان في فرق ما بين الحب وما بين البيزنس، اوكي؟ سي لافي، هي دي الحياه، وانا بصراحه مستقبلي مهم جدا. قولي لي بقى اعمل ايه. بقول لك ايه، انا مش هقعد استنى لغايه ما تخلص حواراتك دي. انا لو مشيت يا شريف مش هرجع لك تاني. ما عنديش حل. ما عندكش حل؟ طب انا هوري لك يا شريف انا هعمل ايه. اللي انت ناويه تعمليه ده يا توحه؟ ايه هو ده؟ مفيش سعيده يا مدام توتي؟ يا مدام توتي، انت ناويه تخش رايي في الفاشن شو؟ انهي واحد فيهم؟ انهي واحد فيهم؟ ليه؟ انت ناويه تخشي اكتر من واحد ولا ايه؟ ما هو شيكو قال لي ان احنا لو نجحنا في الاولاني نعمل التاني. بغض النظر عن طريقتك الاستفزازيه في الكلام، بس انا بتكلم عن الصالح العام. ابو الكوامل بيه ما كانش بيخش في عروض فاشن شو، كان بيشتري منها بس، لان المكسب في البيع، والفاشن شو ده بيكسب من الاعلانات، وانت مش ناويه تخشي باعلانات، يعني هتكسبي منين؟ اسمعي يا حبيبتي، انا اللي قاعده هنا دلوقتي، الفلوس فلوسي والكلمه كلمتي، وابو الكوامل بقى مش معينك وصيه عليا، فهمتي ولا تحب اقول تاني؟ وبعدين ما تجيبي كده من الاخر، قولي لي يعني ايه الحاجه اللي حرقاكي قوي كده؟ قصدك ايه يعني؟ معرفش، شوفي انتي بقى. مش يمكن يعني يكون اكمن شيكو سابك وخلع منك واداكي البومبة الكبيرة وبقى معايا دلوقتي؟ شيكو ده يا حبيبتي سنكوح، اشبعي بيه. بقى شيكو القمر ده، الوادي الحليوة اللي يحل من على حبل المشنقة، دلوقتي بقى كخة وبقى مش عاجبك؟ الله يرحم. انت عارفة حبيبتي انت بتتكلمي مع مين؟ انا حنين اللي رجاله البلد كلها يتمنوا يعملوا معايا اوتنج. حنين مين يا اختي والناس نايمين؟ وايه يا اختي الاوتنج ده؟ يعني انت تبقي بره وهم يبقوا جوه، ولا انت تبقي جوه وهم بره؟ انا طبعا مش هقدر افهمك الكلام ده لان المستوى ده عالي عليكي،
ومش هنزل لمستواه للمستوى الحقير ده من الكلام. مستوى ايه ايه ايه؟ طب يلا بقى يا حبيبتي خدي بعضك بلبس الالعاب اللي انتي لابسه ده وامشي من هنا بدل ما هم اجيبك نصين. انا مش هرد عليكي بس هتندمي يا توحه. باي باي. اندم؟ اندم ايه يا اختي؟ سيبنا لك انتي الندم تتعشي بيه بالليل واللي يفضل بيفطري بيه الصبح. ما تيلا يا بنت انتي وقعي تشتغلوا. بكونيله عكرتوا دمي على الصبح. طيب وانتي قلتي ايه البيان؟ هقول لها ايه يا اخويا؟ هقول لها ايه؟ قلت لها ما اتاكد من المعلومات الاول وبعدين ساعتها اتصرف. انت لو شفت شكل بيان خارجه يا اخويا نار ايده كده ومخنوقه وحاسه بقى ان هي مش هتسكت. يعني هتعمل ايه؟ انا عارفه يا اخويا، هو في حد يعرف الستات بتفكر في ايه ولا دماغها ناويه على ايه في الظروف ديت؟ معرفش، بس اللي انا عارفاه ان هي مش هتسكت، مش هتسكت، وانت لازم تتصرف يا شيخ حسن. بالذات بقى هقول لك على حاجه، كلامي ما عجبهاش فعشان كده اكيد هتدور وتلف لحد ما تلاقي حد يصدق كلامها. ربنا يقدم اللي فيه الخير. عموما لو بيان جات لك تاني هديها. حاولي تعرفي لي منها هي ناويه على ايه بالظبط. حاضر يا اخويا عينيا، بس بقول لك يا شيخ حسن، يا اخويا ما يقدر على القدره الا ربنا، وانا وانت عارفين اللي فيها، ما حدش في الدنيا يقدر يهدي بيان الا انت. بص بقى انت تاخدها كده وتقعد معاها قاعده في هدوء وتتصرفوا وتحلوا اللي بينكم. ما هو ده ان شاء الله اللي انا ناوي اعمله. كويس، وانا يا اخويا من جهتي لو جالي اي معلومات ولا عرفت اي حاجه هقول لك على طول. ده انت اخويا في الله يا شيخ حسن. جزاك الله كل خير. واياك، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. نسالك الدعاء، ما تنساناش من صالح دعائك يا شيخ حسن. ان شاء الله. الله يكرمك. يلا سلام عليكم. مع الف سلام. مع السلامه يا شيخ حسن، استودعك الله. بالسلامه يا شيخ حسن. استغفر الله العظيم. الو. ايوه يا خوخ، لسه نازل من عندي دلوقتي. يا بنت ما تخافيش يا بنت، ده انت روحي الحاجه، ده انت بنتي. لا ما تقلقيش، تنجفتولك على الاخر. بس بقول لك يا خوخ، خدي بالك يا دنايا، خدي بالك يا حبيبتي من البنت اللي اسمها بيان دي، مش ناويه لك على خير ابدا. اه ربنا يعينك عليها يا حبيبتي. بس خالتك جنبك، اوعي. طب يا حبيبتي خلي بالك من نفسك، لا اله الا الله. مع السلامه يا خوخ. ربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب. استغفر الله استغفر الله. الكلام اللي انت بتقوليه ده زور، ولا يرضي ربنا ولا يرضي الرسول عليه الصلاه والسلام. وافرض ان الكلام ده حقيقي هتعمل ايه؟ لا اله الا الله، دي اعراض ناس يا حبيبتي، والشرع نفسه بيتوخى الحذر في المسائل دي. يعني ما ينفعش انت تيجي كده وترمي التهم جزافا على الناس. لا بطل الكلام اللي انتوا بتقولوه في التلفزيون ده، ها بطل الكلام اللقاءات ده وكلمني عادي، احنا هنا في البيت، كلمني طبيعي عشان افهمك. ماشي يا ستي، لما نعرف الاول ابقى افكر، لكن افكر الاول ويطلع غلط وتطلع هي مظلومه ابقى قرفت نفسي على الفاضي. عرفت نفسك على الفاضي؟ انت محسسني ان انت بتتكلم عن واحدة كده معدية في الشارع، مش واحدة عايز تتجوزها وحاطط عينك عليها. انا بتكلم في المبدأ نفسه، ليه افكر دلوقتي طالما الخبر الاكيد لسه ما جاش؟ طب افرض ان الخبر الاكيد جه وهي طلعت كده فعلا، هتعمل ايه؟ ساعتها بقى يحلها الحلال. بس افرض ان كلامك طلع غلط، تستحملي عقاب ربنا ليك بقذف المحصنات؟ ايه؟ ما تردي، ترضي على نفسك واحدة كده تيجي وتتكلم عليكي وتقول فيكي؟ ما تحسبونه هينا هو عند الله عظيم يا بيان. بيان، ما تخليش الغيرة تعميكي، أنا ما بعملش حاجة غلط، بعدين لو اتجوزتها الشارع محل الأربعة. أيوة 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 كده يا رجالة، انتوا سايبين الشارع كله وماسكين في حتة الشارع محل الأربعة. الشارع محلل لك أربعة في ظروف معينة. أنا عايزة أعرف أنت إيه اللي عاجبك فيها؟ يمكن علشان هي مسهوكة؟ تحبك تسهوك لك كده عمال على بطل؟ ولا يمكن علشان عينيها ملونة؟ عادي أروح أحط لانسز، ولا يمكن بقى علشان شعرها أصفر قوي؟
ايه رايك اروح اسبغه عند كوافير؟ اه ولا هو يعني الشرع محلل لك ان انت تتجوز الزوجه الثانيه بشرط ان الزوجه الثانيه تكون ملونه والزوجه الاولانيه دي ابيض واسود؟ قلت لك ما تخليش الشيطان يعميكي، انا ما بعملش حاجه حرام، ده جواز على سنه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، بس رسمي. ايوه يعني قصدك ايه؟ قصدي يعني ان النية مبيتة وان انت كده كده هتتجوزها حتى لو الكلام ده حقيقي، وعمال تقول لي الله غفور رحيم وكلنا بنخطأ يبقى زي زيها، مش ده العدل يا شيخ حسن؟ يعني ايه؟ يعني اللي ما ترضاهوش لاختك ما ترضاهوش ليا، يعني انت لو عندك اخت اكيد مش هترضى لها انها تتجوز عرفي مدى الحياة. والمطلوب؟ المطلوب ان احنا نتجوز رسمي ويبقى زي زيها ونقطع الورق العرفي. طيب وتهدي وما تقعديش تغيري وتقعدي تقولي لي اشمعنى هي قلت لها كده واشمعنى عملت لها كده؟ ربنا يسهل. هتتجوزني رسمي؟ نكيدهن العظيم. ماشي يا بيان، هتجوزك رسمي. ارتحتي؟ يا اخيرا يا زوزو، اخيرا اتقفل علينا باب شقه واحد بقالنا يومين. اقسم بالله ما مصدق نفسي ان احنا اتجوزنا. لا صدق، صدق ونص كمان. ده انا يا اخويا خلاص الناس بعد كده هتناديني وتقول لي يا مدام الباشا الكابتن فارس على سن ورمح، سيدي وسيد الناس كلها. الله اكبر، لا مش مصدق نفسي والله العظيم، ده احنا هناخد كميه عيون هنتحسد يا زوزو والله. بقى انا يا ناس اخطف النجمه اللي الناس كلها كانت بتجيب في سيرتها وتتكلم عليها؟ او النبي عندك حق يا اخوي، احنا ممكن نتحس. لازم ابخر يوم الجمعه واعمل عروسه من عين اي حد يحسدنا ونحرقها ونرميها في اربع مفاهيم. او النبي بس يكون في علم الجوازه ما جاتش خبط لازق كده. ده انا يا اخويا سالت واتقصت، ولو كنت تعرف ان انت ماشي كده ولا كده كنت فركشت الجواز على طول. لا 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 لا، فركشت يا زوزو؟ اقسم بالله ده انا كان جالي شلل ولا مت فيها. لا بعد الشر عليك يا عيني، ان شاء الله اللي بيكرهوك. بس انا بصراحه لما سالت عليك قالوا لي ان انت واد معتدل وعينك مش دايغه ولا بتبص كده ولا كده، فقلت هو ده اللي هينفعك يا بنت يا وز. قصدي يا زوزو. يا نهار ابيض يا زوزو، هو انا اقدر ابص لواحده غيرك؟ والله العظيم ما اقدر ابدا. بعدين يعني يا زوزو انت خلاص بقيتي اول واخر حب في حياتي. بس يكون في علمك بقى، حط في بالك اصلا يا اخويا عارفه لعيبه الكوره وعارفه مشيهم، وعارفه طبعا ان انت حواليك معجبات وبنات زي القمر بتروح وتتزوق وتحضر الماتشات. قال ايه متابع الكوره ورايحه تشجعك، ولا هم يفهموا في الكوره ولا نيله، اسالني انا. بس هم بيروحوا يا اخويا علشان يشوفوك وانت خيرك وتمدلهم يا اخويا في الاوتوغراف بتاعك ده. اوتوغراف؟ ايوه فاهمه الحركات دي. فحط في بالك لو عملت حاجه كده ولا كده هوريك الوش التاني. الوش التاني؟ اه ده بقى الوش اللي حذروني منه اهلك. ها انت وشوشك يا عيني. عندي وشوش كتير قوي على حسب انت رايح على فين. عندي وش حب، وعندي وش دلع، وعندي وش جمال، وعندي وش محاره. محاره؟ طب بقول لك يا زوزو، ما تسيبك بقى من الوشوش دي كلها ونركنها على جنب كده وتخلينا في الماتشات. الله اكبر، تعالي بقى اقول لك على خطه الماتش. هيلعبني كوره. كوره؟ فخ. قولي ورايا يا اخت خلود، اني استخرت الله العظيم. اني استخرت الله العظيم. على ان ازوجك نفسي وبنفسي. على ان ازوجك نفسي وبنفسي. على كتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. على كتاب الله وسنه محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. آجله وعاجله. آجله وعاجله. يا أخيرا يا زوزو، أخيرا اتقفل علينا باب شقة واحد بقالنا يومين. أقسم بالله ما مصدق نفسي إن احنا اتجوزنا. لا صدق، صدق ونص كمان. ده أنا يا أخويا خلاص الناس بعد كده هتناديني وتقول لي يا مدام الباشا الكابتن فارس على سن ورمح، سيدي وسيد الناس كلها. الله أكبر، لا مش مصدق نفسي والله العظيم، ده احنا هناخد كمية عيون هنتحسد يا زوزو والله.
بس يكون في علمك بقى، حط في بالك. اصلا يا اخويا عارفه لعيبه الكوره وعارفه مشيهم، فحط في بالك لو عملت حاجه كده ولا كده هوريك الوش التاني. طب بقول لك يا زوزو، ما تسيبك بقى من الوشوش دي كلها ونركنها على جنب كده وتخلينا في الماتشات. الله اكبر، تعالي بقى اقول لك على خطه الماتش. هيلعبني كوره كوره. قولي ورايا يا اخت خلود، اني استخرت الله العظيم، اني استخرت الله العظيم على ان ازوجك نفسي وبنفسي، على ان ازوجك نفسي وبنفسي، على كتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله وسنه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا، وعلى الصداق المسمى بيننا، آجله وعاجله، آجله وعاجله، والشهود حضور على ذلك، والشهود حضور على ذلك، والله خير شاهدا ووكيل، والله خير شاهدا ووكيل. ها قول ورايا يا شيخ حسن. إني استخرت الله العظيم، إني استخرت الله العظيم، وقبلت الزواج منك، وقبلت الزواج منك، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله، وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله، والحضور شهود على ذلك، والحضور شهود على ذلك، والله خير شاهدا ووكيل، والله خير شاهدا ووكيل. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك. تفضلي لو سمحتي من هنا. أمضي فين؟ تفضلي. توقيعك يا شيخ. ألف مبروك. تفضلوا يا جماعة، ده رز بلبن من اللي وصى عليه لقمان. تفضل. تفضل يا مولانا. تسلم إيدك من يد بني آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول يا شيخ حسن، استأذننا بقى. طيب استناني يا مولانا، أنا جاي معاك. تحت أمرك. السلام عليكم. اتفضل. ألف مبروك يا سيف. الله يبارك فيك يا رب. معلش يا حبيبتي، أنا هنزل أوصله عشان أنا منزله من بيته وهو تعبان، مش هتأخر. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، فلندعو لهما جميعا. اللهم بارك لهما. آمين. اللهم بارك عليهما. آمين. اللهم اجمع بينهما في الحلال. آمين. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا شيخ حسن. الله يبارك فيك يا مولانا، وتتفضلوا. إيه ده يا شيخ حسن؟ رز بلبن برضه من اللي وصى عليه لقمان؟ لا المرة دي عاشور. وماله يا سيدي؟ كلها نعم ربنا. بقولك يا شيخ حسن، أنا عايزك تعدل ما بين العاشورة وبين الرز أبو لبن، يعني معلقة من هنا ومعلقة من هنا، مش معلقة من هنا ومغرفة من هناك. والله دمك زي العسل. طيب أستأذن أنا بقى. طب استناني يا مولانا، أنا هنزل أوصل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بتوصل مين بقى يا حسن؟ بقول لك الراجل نازل مخصوص عشان يكتب لنا، فمش معقولة يعني أسيبه يروح لوحده. نزل مخصوص ايه؟ ما هو يروح لوحده، يعني معقولة توصله وتسيبني انا؟ مسافة السكة وراجع، بعدين احنا اتجوزنا قبل كده، انت ليه بتتعاملي يعني على اساس ان هي ليلة الدخلة؟ انا مش فاهمة يعني اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ ده اسمه ذوق وواجب. الراجل جالنا مخصوص من اخر الدنيا. جاي من اخر الدنيا يعني؟ جاي مسافر تقوم تنزل تسيب عروستك يوم فرحك؟ بيان، بعد العيد ما يتفتلش ضحك. ايه ده يعني؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده يا حسن؟ يعني احنا اتجوزنا قبل كده، وده بس اشاره وتعليه الجواب، فتصرفي عادي يعني، وما تقوليش ان ده يوم جوازنا كده يا حسن. ما تزعليش يا قلب حسن، انا هنزل بقى عشان الناس مستنيه تحت، ولا ترضي يقولوا على جوزك قليل ذوق؟ لا طبعا كلك ذوق. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ والله العظيم ما مصدق نفسي، الحمد لله على سلامتك يا ست ستات. الله يسلمك يا فخر. طب ما انا كنت عندك في زهر اخرانيه، ما قلتليش ليه؟ كنت عملت حسابي، كنت استنيتك النهارده. اذا كنت انا نفسي ما كنتش عارفه. معقوله؟ طب ده انا مش فاهم. اتفاجئت عاملين لجنه اسمها حقوق الانسان، وضحكك بقى. قال ايه؟ طلعوني حسن سير وسلوك. ده
باين عليهم سلوكهم هم الضربه. سيبك انت يا باشا، اهم حاجه ان انت رجعت تاني في وسطينا وفي الملاعب. ربنا يخليك. قول يا فخري اخبارك ايه وعامل ايه؟ والله صدقيني من ساعه اللي حصل وانا لا عارف اكل ولا اشرب ولا نام ولا عارف اشتغل ولا اي حاجه يا راجل. والله صدقيني، وعلشان خاطر المفاجاه الحلوه دي انا عايز اسقي مصر دي كلها شربات يا قمر. شربات ايه يا راجل؟ ده انا ميته من الجوع، عايزه اكل اكله حلوه كده زي بتوع زمان. انت تؤمر، بس على فكره هنا نظام مشاريع، شوف اي مكان يعجبك وانا اوديكي فيه على طول. اوكي. بقول لك ايه يا فخر، فاكر البيت وزه اللي كنت كلمتك عنها؟ اه فاكر. وانا جايه لقيت عاملين لها اعلانات كتيره قوي قوي قوي. هي ايه بتشتغل ايه دلوقتي؟ والله شوف هقول لك على حاجه، على حسب معرفتي عيشتها ارتاحت وتنغنغت قوي دلوقتي وشغاله في فندق 5 نجوم. 5 نجوم؟ إيه بقول لك يا فخري، يلا بينا نروح لها ونبقى نتعشى هناك بقى بالمره. وماله حبيبي؟ يلا يلا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، فهذه بضع وقفات في موضوع النفاق، لما له أهمية في هذه الأيام التي كثر بها المتكلمون بالإسلام وهم بعيدين عنه كل البعد. ولعلها وقفات تنبهنا عن النفاق والمنافقين وتعطينا بعض الملاحظات، لأنهم يا جماعة شاطرين قوي في الخداع. وكما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ونقعد نسمع كده منهم ونتمزق إن مقلوبهم إيه؟ بعيد عنكم سودة. طبعاً هتسألوني إحنا إزاي هنعرفهم يا شيخ حسن؟ أول حاجة بيبقى عندهم القلب، مرض القلب، وطبعاً مش اللي في دماغكم، إنما الذي يقصده الحق سبحانه وتعالى: وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً. يبقى يا جماعة مريض القلب الحقيقي مش اللي عنده القلب، إنما مريض القلب الحقيقي هو المنافق. الحمد لله على السلامة يا ست سرور. طب والله نورتي المكان. يا حبيبتي الله يسلمك يا وزة، انت عاملة ايه يا بنت؟ انا كويسة الحمد لله زي الفل. بس قوليلي، هو انت رجعتي من البعثة يا بنت؟ حالا، يا دوب دفعت الجمرك وجيت على هنا على طول. الا ما عرفتنيش. اه ده فخري بيه من اعز اصدقائي. اهلا وسهلا، منورنا. رب يخليك. انما ايه الحلاوه دي يا بنت، حلوينا قوي وبقينا نجوم كبار قوي كمان. البركه فيكي، لولا انت بس بعتيني لعلي سكسوكه ما كانش كل ده يا اختي حصل. والله اصيله يا وزه، وتمرت فيكي العشره. العشره ما تهونش غير على اولاد الحرام. بس انت ما قلتليش انت ناويه تعملي ايه، وانا طبعا تحت امرك في اي حاجه تعوزيها. يا حبيبه قلبي انا شايلاكي لعوزه يا بنت. تعرف يا فخري، البنت دي اول ما شفتها ما نزلتليش من زور، لقيتها بنت حمائية كده ومش طايقة دبان وشها، لكن بعد كده بقت حبيبة قلبي وأقرب واحدة ليا. والنبي من شكلها صاحبة صاحبتها صحيح. الله يخليك، ده أنت منور. سعيدة يا زوزو. ازيك يا روح قلبي، عاملة إيه؟ يا حبيبتي وحشاني يا قمر. إيه الحلاوة دي يا بنت؟ أنت إيه القمر ده؟ ده أنت بقيتي فشر سحر حمدي. إيه ده الحلاوة دي؟ أبلة سرور، اهلا وسهلا يا اختي. ده انت جيتي القضاكي. بقول لك ايه يا وزه، اندهيلي الامن بتاع المكان ده عشان يربي الرمه دي. يرموا مين بره يا حبيبتي؟ ده انا بفلوسي اشتري المكان ده كله وارميكي انت بالكنبه اللي قاعده عليها دي بره. تكونيش فاكره نفسك يا وليه، لسه مدام سرور مديره المنتخب، ده انت حيالله بقيتي درجه ثالثه. ليه يا حبيبتي؟ سحبوا مني اللقب ولا سحبوا مني اللقب؟ ده انا هفضل طول عمري السوبر يا حبيبتي. حته بتاع صايعه 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 ليه يا حبيبتي؟ ده انا سبق رجلي الصغير ده لما اقصه كده وطرفه يطير في الهوا يشتري 10 زيك يا مدام بالعضويه. انا مدام بالعضويه يا وليه، على ما تفرج. تفرج ويجيبوها منين يا اختي؟ وزه اندهلي الامن بتاع المكان ده عشان يرمي الرمه دي بره. انا لو جبت الامن بتاعي دلوقتي هياخدوك انت ويرموكي بره المكان. اصل نسيت اعرفك، توحه اعز صحابي. صحابك؟ معقوله
تقولي الكلام ده لستك سرور. ستك انت، ستك انت وتاج راسك. معلش يا عم فخر، ما انت شايفها بتغلط في الناس اللي تخصني، قاعده في مكاني وبتغلط في عز اصحابي. عيب يا وزه الكلام اللي انت بتقوليه ده، حتى احترم وجودي. احترم ايه يا عنيا؟ اذ كان هي لا احترمت وجودك ولا احترمتني ولا احترمت صاحبتي ولا احترمت المكان، ولو نطقت كلمه كمان هخلي الامن يجرجروها يسحلوها على بره دلوقتي. عيب برضو الكلام اللي انت بتقوليه ده. بقول لك ايه يا راجل انت؟ انت حبيبي حسابك مدفوع، ترابيزتك فوق راسي وعليها مليون بوسه. اما الست سرور فخدت نصيبها، شتمتين حلوين يعلموها الادب، مع اني يا حبيبتي والله كنت بطلت شتايم خلاص. بيتي يا توح. نعم يا زوزو. يلا يا حبيبتي لحسن دمي فار. يلا يا روح يا با. يلا يا زوزو. يلا يا حبيبتي. يلا يا زوزو يا روح. يا قمرة. طب ورحمة أمي لحوريكم يا ولاد الكلب. صب لك يا صاحبي. صب صب عشان أنا خلاص مش قادر أستحمل تاني، مش عايز. صب. صب كمان. صب أنا تعبان قوي يا مل. ايش؟ البتاع ده بيخلص بسرعة قوي يا عم. زبرته بيطير. بيطير؟ يعني نوع من انواع الطيور. طب اشرب يا صاحبي. اشرب معلش اشرب. يعني اقعد اشرب لوحدي؟ ادينا بنشرب مع بعض. خطوطة. مين؟ انا سيد. يا سيد ده مال وشك مكشر كده ليه؟ ايه ده، وانا باين عليا ان انا وشي مكشر؟ باين عليك جامد. بس انا دبيت خناقه مع البت وزه واخوها، كلتهم علقه موت. ايه ده يا راجل؟ تخيل لقيتها واقفه بترقص على المسرح. على المسرح؟ وبدله رقص خليعه. ايه خليعه دي؟ يعني مفندقه من كل حته. وانت عارفني انا حمش ما بحبش الكلام ده. واكلها شلوط مخبرين لازقها في السقف مطيرها، ما بقتش عارفه ترقص بترقص بجنب واحد كده. ضربتها؟ ده وبعدين كمل. وزه سكتت يعني عادي؟ هي ايه اللي سكتت؟ تسكت. ايه اللي هيجرى يعني؟ ايه اللي هيجرى اما تتضرب؟ ما تسكت عادي يعني. هي حاولت ان هي تضربني بالقلم، بس انا رحت مهوي القلم بتاعها وقمت واكلها بالبنيه في وشها على طول. ضربتها يعني. عينيها ضربت شقلباز. اصل يا صاحبي. قام طالع لي بقى الواد اخوها. الواد اخوها الطحش ده اللي بيتكلم ده وعامل لي فيها بروسلي وبيلعب كاراتيه وبتاع. طب ده مع تقتوش. مع تقتوش قمت مديله بالقفه واكله كف صليبه في وشه، بقت الدنيا تضرب احمر في اخضر في ازرق، فمبقتش شايف اي حاجه لحد ما جم الجماعه السفيورتي دول. السينيورتي الامن. الامن. ايوه جماعه الامن دول جم قاموا شايليني من تحتيه قبل ما موته. من تحتيه؟ من فوقيه. من فوقيه قبل ما انا قلت تحتيه. قلت تحتيه. لا من فوقيه، راحوا شايليني من فوقيه بقى. لا من فوقيه. لا انت كده اصلا يا صاحبي. امال انت خد فاهم. خد اشرب. لا استنى، احكي لنا، كمل لنا ايه اللي حصل يا سيد. لا سيبني اشرب عشان انسى. سيب وشك. طب اشرب. وبعدين بقى كمل. بس قعدوا يضربوا فيا، نزلوا فيا ضرب، ما بقتش شايف اي حاجه قدام مني، وقفايا ورم. انا قفايا بيحرقني قوي من كتر الضرب. نزلوا فيك ضرب؟ يا سيد الكلام ده سيد. كلت حته علقه. علقه اللي كلتها يا سيد؟ انت لسه قايل لنا ان انت اللي ضربت ولزقت في الحيطه وانت اللي كسرت الدنيا. انت اللي كنت في ايه؟ انا اللي كنت في ايه؟ دي خناقه تانية. ما دي خناقه تانية. هو البتاع ده ايه جايب معاه صراحه ليه؟ جاب معايا صراحة. انتوا مش جايبين جهاز زي كل مره ولا ايه؟ لا ده بتاع جديد كده. الواد ما اللي جاي طالبه معايا صراحه ليه كده؟ طب قول لنا هنعمل ايه يعني؟ احنا بص بقى، احنا لازم نتكتك للعيال دي. انا بصراحه مقهور منهم ودمي محروق. احنا لازم نرجع للشقاوه بتاعت زمان. احنا نراقبهم ونسطب الشقه ونسطب المكان اللي هم بيقعدوا فيه، ونعمل الخطه المتينه ونطب عليهم في نص الليل، نخلع بما حمل ثمنه. ثانيه واحده، نحمل ما غلى ثمنه. معلش عشان البتاع ده ايه جاز ده ثمنه. بس ثمنه ده عجبتني، ان احنا نحمل اللي غلى ثمنه ونطب في نص الليل. يعني 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 نتحين الفرصه، اهم حاجه نتحين. نتحين كده. يعني ايه نتحين دي؟ نتحين يا يعني ايه؟ يعني ايه نتحين؟ بقول لك حين فلان، حينه يعني نقفش. نقفش. نقفش الفرصه. نقفش الفرصه. نقفش. انا بحب الجو ده بقى. ايوه. طب افرض يا سيد واحنا بنقفش الفرصه دي واللي انت بتقوله ده مثلا،
طب اخوها اللي هو الطحش ده هنعمل ايه معاه ساعتها؟ اه والنبي زاد ده بيلعب كاراتيه احنا مش قده. اه في ايه يا ميلي؟ فيها فطوطه؟ احنا بيهمنا ايه الروح الانهزاميه دي؟ وبعدين هو واحد واحنا ثلاثه ومع ذلك برضو نفكر. فاكرين الواد الولا سامح بروسلي اللي كان بيدبنا علق زمان واحنا صغيرين؟ اه ابن الورمه اللي كان بينفخنا على طول ده. فاكر يالا؟ فاكر لما كان بيحط رجلك على قفاك ويسالك بقى اسنانه؟ فاكر؟ اه بس ده كان بيعملني شرابه سايب. بتفكرني ليه؟ عمل الزعافه بتاعته بيمسح بيه الارض كلها. بس انت قلبك اسود يا سيد، ليه اللي فكرك بالواد الزباله ده؟ احنا نروح للواد ده، انا عارف سكته. الواد ده همه على بطنه على طول، نعمل له اكله حلوه على ازازتين بيره حلوين على سجارتين حلوين، ونقول له يدربنا على كام حركه من الجامدين دول. يضربنا تاني؟ يضربنا ايه؟ يضربنا يضربنا. اه يضربنا. يضربنا كده ونعمل حركات وبتاع علشان ما حدش يقف قدامنا بقى، ما احنا مش هنقعد طول الوقت نتضرب، لازم نضرب. صح صح. اصلي. وعلشان برضو نأمن نفسينا نجيب لنا جوز بلطجيه علشان يحمونا ويحرسونا، ونشاور لهم على اي حد عايزين نضربه ويقوموا ضاربينه على طول. نشاور بس. صح. نشاور نقف بعيد ونشاور لهم. ونشاور هما بقى اللي يضربوا. هما يطيحوا بقى. واحنا نتفرج كده من بعيد ونطلع لساننا ونجري. ايوه انتوا تقلتوا في الشيبسي قوي على فكره. المباراة مصر ابتدت، و الوينج اليمين يا عيد انا قلقانة قوي. لا ان شاء الله فارس ابراهيم يوسف بيجيب جون يا رب. فارس مجدي عبد الغني محمد رضوان شجعوا يا عيال. فارس العب يا فارس. في فرصه حلوه معلش. فارس 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 يلا فارس. الثلاثه وياه ثلاثه وياه باول. يلا يلا بقى. اوبا طويله لابراهيم يوسف. ابراهيم طويله قدام وده حلوه. لا بعيده بعيده معلش. في فولو في فولو جميله من علاء نبيل. فارس 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 فارس. شوقي غريب نزل. يا نهار اسود يا نهار اسود. اقسم بالله كسر عشان الواد احسن منه. الواد كسره عشان هو احسن وربنا. فاشون ايه؟ فاشون شو؟ ومن امتى توحى بتخش في الفاشون شو ده؟ احنا مالنا احنا ومال الحاجات دي؟ احنا عمرنا ما دخلنا في الحاجات دي. ايه اللي دخلنا اصلا؟ حاولت اقنعها اكتر من مره ان الموضوع ده ملوش مكسب لينا، بس هي ما اقتنعتش بكلامي. ايوه انا اللي نفسي افهمه دلوقتي، ايه اللي دخل حكايه الفاشون شو اللي انت بتقولي لي عليها دي في دماغ توحه؟ يعني توحه نامت وصحيت حلمانه جالها هاتف في المنام قال لها يا بنت يا توحه خير لما اجعله خير، روحي اعملي فاشون شو وانت ان شاء الله هيتفتح لك باب السعد والهنا. ايه اللي دخلها في المواضيع دي؟ اتعرفت على موديل اسمه شريف. عرض مين يا اختي؟ عرض ازياء؟ عرض ازياء ايه؟ هو الموضوع معقد شويه يا ستي. احكي. وحد قالك ان انا حمار؟ احكي قولي لي ايه وانا هفهم. مالكيش دعوه اتفضلي. انا وشيكو كنا مرتبطين وبنحب بعض. صل على النبي. دي الحكايه سلطه بقى يا بنت حميد. ايه العارض ده كان معاكي شويه وقلبها لتوحه واقنعها بالفاشون شو؟ الله الله الله، ده انا بتلعب بيا بقى في وسطيك ولا ايه؟ وعرفتوا بعض منين يا اختي انت وهو وهي؟ عرفتوا بعضكم منين؟ اتعرفتوا على بعض؟ ايه كنتوا قاعدين في النادي يعني بتلعبوا سكواش؟ ده انتوا كبركم بتروحوا مركز شباب الجزيره وما انتوش اعضاء، ده انتوا بتقطعوا في تذكره. عرفتوا منين؟ مش بالظبط كده، مش انت قلت لي خلي دايما عينك عليها وما تسيبيهاش، خديها معاكي في كل حته؟ بقيت اخدها معايا في كل حته، عرفتها على اصحابي واتعرفت على شيكو، وفجأة لقيتهم هما الاتنين اتقربوا لبعض وكبر في دماغها حكاية الفاشن شو. الصلاة على النبي عليك، الصلاة على النبي عليك. انت اللي عرفتيهم؟ بتاخدي شغلتها يا بنت؟ ده انا بطلتها، بتورثيني بالحياة. حضرتك يعني كنا بنحب بعض. انت وشيكو. ايوه. ودلوقتي شيكو بيحب توها. وانت
تروحي ما تحبيش هيك. مستر احكي لي احكي لي بالتفصيل احكي لي. احكي لك احكي لك على كل حاجة، بس انا في حاجات كتير ما اعرفهاش وفي ديتيلز انا مش متأكدة منها. في ايه يا اختي مش عارفة؟ قصدي تفاصيل يعني. انا بقول لك احكي لي اللي انت مش عارفة، احكي لي اللي انت عارفة. انا هرتبه جنب بعض كده زي البازلز، مش اسمها بازلز، هرتبه جنب بعض كده واعرف اللي انت مش عارفة. بس احكي لي ما تخبيش علي اي سنتوف قد كده. حاضر. انا كنت طالعة رحلة سفاري مع اصحابي وخدت توحة معايا، وبعد كده اتعرفت على شيكو، فجأة لقيتهم بيلعبوا لعبة الإزازة، بيسألوا بعض أسئلة غريبة من تحت لتحت، وتسألوا أسئلة وهو يرد عليها حاجات أنا أصلاً ما عرفهاش عنه. وبعدين في آخر الخروجة لقيتهم هما الاتنين واخدين جنب لوحدهم، فبتحصل بينهم حاجات غريبة وبقت بتختفي عني وما تردش عليا، وهو كمان ما بقاش يرد عليا. نايل قايل ان رحلات السفالة دي ما بيجيش من ورا غير وجع القلب. اه رجلي يا دكتور رجلي. طب طب والنبي يا اخويا والنبي قول لي، هو هو يعني هي رجلك كسرت ولا ايه؟ لا هو مش كسر، هو قطع في الرباط الصليبي. انا عارف مين اللي عمل كده، والواد ده مش هسيبه، هجيبه هجيبه. يا ابني اهدى شويه، اللي حصل ان هو اتحرك حركه غلط وهو بيرقص، الركبه ما استحملتش راح الرباط مقطوع، ودي بتحصل لاغلب لعيبه الكوره يعني. يا دكتور انا شفت الواد اللي كسره، ولو ما كانش كسره ما كانش جه هنا. خلاص يا عيد اهدى بقى، المهم دلوقتي قول لي يعني الرباط ده هنعمل فيه، هنصلحه ازاي؟ هي عمليه بسيطه وربنا يقويه. يا نهار اسود، هو هيعمل عمليه؟ ما تقلقيش، هي عمليه خياطه للرباط الصليبي، وكلها 3 شهور في الجبس، وبعدها زيهم مع العلاج الطبيعي وهيبقى فل ان شاء الله. 3 شهور جبس و3 شهور كمان علاج طبيعي؟ يا نهار اسود. يا مدام زوزو ما تقلقيش، بقول لك انا شايف على العموم احنا هناخده ونروح المستشفى وهنعمل اشعه وساعتها هنفهم اكتر وهضمنكم ان شاء الله. طب وما رحناش على المستشفى ليه؟ يلا يلا عشان نقوم يلا. انجز يا دكتور، اسعاف مش قادر. اهدى يا كابتن، احنا كلمنا الاسعاف وزمانها جاي. ونستنى ليه يا اخويا عربيه الاسعاف؟ ما انا معايا عربيتي. وادي عيد شيله يلا ونروح بيها على المستشفى. ماشي، لازم رجليه تفضل مفروضه كده عشان احنا مش عارفين الاصابه عامله ازاي، ولو تناها ممكن تزيد اكتر. طب وبعدين وفين عربيه الاسعاف؟ ما تستعجلوها. طب بعون الله بقى، لو عربية الإسعاف ما جاتش في خلال دقايق أنا هعمل غلط معاكم كلكم. حسن أنت بتلبس؟ أه. ده لبس خروج؟ أيوه. مش مصدقك يا حسن، سايبني وخارج بعد أول يومين جواز؟ يا حبيبتي لازم تعرفي في الأول إن إحنا مش متجوزين جواز تقليدي، عشان تقعدي تقولي لي بقالنا يومين وإزاي تنزل والكلام ده. ثانيا يا رحالي، أنت متجوزة راجل داعية؟ يعني زي الدكتور، ماليش مواعيد شغل. يعني ايه؟ يعني انا مش ملكك لوحدك ولا بتاعك لوحدي، انا بتاع ربنا. وربنا بقى قال لك تسيب مراتك في نص الليل؟ ربنا قال للزوجه ان هي تطيع جوزها عشان طاعتك ليا هي اللي هتدخلك الجنه في الاخره. انا عايزه ادخل جنتك في الدنيا قبل ما ادخل جنه ربنا في الاخره يا حسن. يعني ايه يا خوخ؟ انا عايزه اتهنى بيك يا حسن. خوخ لازم تعرفي كويس ان انا متجوز الدعوه. وانا ماليش دعوه، انا مراتك وليا حق عليك. طيب انا نازل دلوقتي، عايزه حاجه؟ نازل رايح فين؟ نازل عندي درس. درس الساعه 11 بالليل يا مولانا؟ اه 11 بالليل بعد قيام الليل والتهجد. السلام عليكم. جيب العواقب سليمه يا رب يا رب، تقوم بالسلامه يا رب. دي البنت يا حبت عين امها، ما لحقتش تفرح بجوازها. او النبي يا امها. امين امين يا رب يا رب، خد بيدها يا رب يا رب. كابتن هم اتأخروا جوه كده ليه؟ معلش العملية بتاخد وقت. أيوة بس أكتر من كده، دول بقالهم فوق الساعتين. مش مهم الوقت قد ما المهم العملية تنجح إن شاء الله. يا نهار أسود، يعني هي ممكن ما تنجحش؟ لا أنا أقصد مش مهم الوقت قد ما مهم إنها لازم تتعمل صح. ولما هم يا أخويا شاكين إنها ممكن ما تعملش صح، ما سافرناهوش بره ليه؟ ما هو الدكتور اللي موجود هنا بيدرس في ألمانيا، وكل اللعيبة بتوعنا بيكشفوا عنده، ولو كان هو شايف إنها محتاجة سفر كان قال. استر يا رب. محسود او النبي يمه. والنبي يا اختي محسوده، كل الناس بتقول ايه الامل اللي بقت فيها وزه دي، بقت نجمه ومتجوزه الكابتن فارس بحاله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يقعد لهم في عينهم وعافيتهم وفي ولادهم. قادر يا كريم، خد من قلبي وصر. جولية حرام عليك، بلاش دعاء الناس، بلاش دعاء. حرام ايه؟ واللي قاعد ده مرمي جوه مش حرام عليه؟ بقول لك ايه، خلي بالك ان بنتك خلاص مش قادره.
انا عايزك انت بس تدعي له ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، وبلاش دعاء الناس حرام عشان ربنا يستجيب. ان شاء الله هيستجيب وهيقوم بالسلامه وهيكدهم واحد واحد. بس بقول لك ايه يا بنت، لما ان شاء الله كده يقوم بالسلامه تجيبي لي دي حلاوتي. حاضر يا ام. ساعه حلوه يا اختي كده ان شاء الله، بس ما تخافيش مني. ادعي لي يا ام، انت الوحيده اللي حاسه بيا. قوم بالسلامه يا حبيبتي. يا رب. حلوه البتاعه دي. يا لهوي يا ام، انت في ايه ولا في ايه؟ استر يا رب. ايه ده بيان؟ خضتيني. والخضه مش حلوه في اول الجواز. ولا في اول الجواز ولا في اخره. الحمد لله على السلامه. الساعه 11 ونص، انت مش قلت لي ان انت جاي الساعه 10؟ معلش يا حبيبتي، الشوارع كانت زحمه قوي النهارده. زحمه؟ زحمه ايه يا حبيبي؟ النهارده اجازه وكل الناس قاعده في بيوتها مع مراتها. اه صح، معلش. كل سنه بقى وانت طيبه، ربنا يجعل كل ايامنا سعاده من غير نكد. نكد؟ ايه 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 تعمل ايه؟ ايه، افضل قاعد بهدوم الخروج؟ لا يا حبيبي، روح هناك وكمل السهره هناك عند اللي انت لسه جاي من عندها، وغير هدومك بقى ونام براحتك واعمل كل حاجه براحتك. عندها ايه وتخاريف ايه؟ انا كنت بدي درس في المسجد ولسه راجع منه. بجد؟ والدرس بقى كان حلو على سنجة 10؟ ايه السؤال؟ طبعا كان حلو، والحمد لله الناس استفادت قوي. انت ما تتخيليش انا ببقى سعيد قد ايه لما بعلم الناس من العلم اللي ربنا مديهولي. ربنا يجعلنا بقى من الناس اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليهم: خيركم من تعلم العلم وعلمه. عليه الصلاة والسلام. وموضوع الدرس ده كان عن ايه بقى؟ عن الكد وكفارة الكد؟ انا مش فاهم يا بيان انت قصدك ايه. قصدي ان ما ينفعش تبقى شيخ يا شيخ حسن وتكذب. اه انا نسيت ان الرجاله عندهم رخصه بالكذب على الزوجه. بيان، هو انت اتجننتي؟ واضح ان تفكيرك الغلط ده هيخليكي تخرفي. انت ازاي بتتهمين ان انا كذاب؟ ولا اتهمتك، انا بقول لك عن موضوع الدرس، وبقول لك عن رخصه الراجل ان هو يكذب على مراته. انت ليه بقى خدت الكلام على نفسك ولا اللي على راسه بطحه؟ تصدقي انا غلطان ان انا جيت؟ كنت فضلت في المسجد معتكف وبتعبد كان احسن، على الاقل كنت خدت ثواب بدل الغيره والنكد اللي انا فيها دي. كل شويه غيره غيره غيره، ما بقتش عيشه. مع السلامه. يبقى روح بقى خليها تغطيك وتدفيك كويس. الحمد لله على السلامه يا كابتن. ايوه كده يا بطل. الحمد لله على سلامتك يا فارس. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. يلا بقى يا كابتن، شد حيلك، الملاعب محتاجاه لك والشباك بتناديك. يا رب يا دكتور. وانا قدامي قد ايه كده واقدر انزل الملعب تاني؟ ما اكذبش عليك، في ناس عملتها بعد 6 شهور ورجعت، والناس قعدت سنه. انت وشرتك بقى. بس على فكره الموضوع محتاج عزيمه وقوه اراده. سنه ايه وست شهور ايه؟ ده حتى لو 6 شهور ده كتير قوي. كتير ايه يا راجل، هيعدوا. بس انت شد حيلك. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا كابتن جوهري، والله تعبتوا نفسكم على الفاضي يا جماعة. أنا كنت جاي لوحدي، بس قلت أجيب معايا حسام عشان يقول لك إن هو عمل العملية دي مرتين وقام منها زي الحصان. بجد والله يا كابتن حسام؟ أيوه طبعًا يا فارس، الحمد لله عملت العملية، بس أهم حاجة يا فارس الصبر. طبعًا مش هوصيك، لازم تسمع كلام الدكتور ودكتور العلاج الطبيعي، وإن شاء الله في خلال من 2 لـ6 شهور هترجع زي الحصان وهتاكل النجيلة أكل. أنا مش قلت لك كده؟ رب دكتور. طيب يعني انا قدامي مثلا 2 شهر كده واقدر اعمل علاج طبيعي؟ ان شاء الله من بكره هنعمل تمارين خفيفه، وبعد 2 شهر ان شاء الله هنعمل علاج طبيعي. يا رب يا دكتور يا رب. احنا هنسيبك بقى دلوقتي. الف حمد لله على سلامتك يا بطل. على فكره مركزك في المنتخب محجوز لك. تسلم لي يا كابتن جوهري، والله ما كنتش عايزكم تتعبوا نفسكم. تعب ايه بس يا فارس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا راجل ده حتى التيم مضلم من غيرك. وبعدين ما تزعلش، ليك عليا يا سيدي ان اقعد اجيب اجوان لغايه ما انت ترجع بالسلامه. حبيبي يا كابتن حسام. هنسيبك احنا بقى. اتفضل يا حبيبي. يلا السلام عليكم. متشكرين متشكرين يا كابتن. وعليكم السلام. مع الف سلام. متشكرين على الورد. وحشتيني يا زوزو. وانت كمان والله. الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك يا عيد. رجلي. معلش يا حبيبي معلش، ما هو الجرح لسه سخن.
وبعدين انت هتاخد المسكنات وتبقى زي الفل كلها يومين وتطلع تجري. وبعدين انت يا اخويا ما شفتش الورد اللي جايبينه لك بره؟ كميه ورد قافل باب المستشفى. زملائك واصحابك في المنتخب كلهم جايبين لك ورد. ورد؟ ده مش ورد مرض يا زوزه، ده ورد شماته. شماته ليه يا اخويا؟ كف الله الشر، ما انت زي الفل اهو. للاسف كل اللعيبة عينيهم على مركزي في المنتخب، خلاص هفضلهم اهو زوزو. ان شاء الله خير يا حبيبي، فضلهم مؤقت بس، وشد حيلك بقى عشان ترجع تملمن تاني وتخلي المدرجات كلها تولع من الحماس. ولع ان شاء الله، وهنقف ونسقف لك ونشجع لك ويرجعوا يكتبوا عننا تاني في الصحافه. ودي حتى انا واقعه من الجوع. تاكل فراخ مشويه؟ النبي انا عايز اكلك انت. ودي عيد، يلا يا اخويا نصرف شويه، سيبني مع جوزي. يلا يا واد. يا اخويا من كتر ما رجلك وجعاك ابتدت رجلي توجعني من حب. بتقوم معاكي ليه؟ ما تنساش الفراخ المشويه يا واد يا عيد. على سلامه يا كابتن. ايوه كده يا بطل. الحمد لله على سلامتك يا فارس. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك يا زوزو. يلا بقى يا كابتن شد حيلك، الملاعب محتاجه لك والشباك بتناديك. يا رب يا دكتور. وانا قدامي قد ايه كده واقدر انزل الملعب تاني؟ ما بكذبش عليك، في ناس عملتها بعد 6 شهور ورجعت، والناس قعدت سنة، انت بشرتك بقى. بس على فكرة الموضوع محتاج عزيمة وقوة إرادة. سنة ايه وست شهور ايه؟ ده حتى لو 6 شهور ده كتير قوي. كتير ايه يا راجل؟ هيعدوا. بس انت شد حيلك. ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا كابتن جوهري. احنا هنسيبك بقى دلوقتي. ألف حمد لله على سلامتك يا بطل. على فكرة مركزك في المنتخب محجوز لك. تسلم لي يا كابتن جوهري. والله ما كنتش عايزكم تتعبوا نفسكم. ما تقولش كده، ده حتى التيم مضل من غيرك والله. ليك عليا يا سيدي ان اقعد اجيب اجوان لغايه ما انت ترجع بالسلامه. حبيبي يا كابتن حسام. هنسيبك احنا بقى. اتفضل يا حبيبي. يلا السلام عليكم. شكرا لك يا كابتن. وعليكم السلام. مع الف سلامه. متشكرين على الورد. حشتيني يا زوز. وانت كمان والله. ممدوح طمني. يا باشا. اخبار توحى ايه؟ هقول لك يا باشا، بس هقول لك يا باشا في يا ممدوح على تاني. انا بصراحه الكلام ما يتقالش، الكلام بقى تقيل ومش عارف اقول لك ايه بصراحه. يعني يا عم قول اللي عندك. شريف يا باشا، شريف وطوح. ما هو شريف وطوح سيرتهم بقت على كل لسان، محدش بيتكلم الا عليهم يا باشا. وشريف لازقلها في كل حته. لازقلها في كل حته ازاي يعني؟ بخرجوا مع بعض من لوحديهم يعني، ولا في وسط شله ما بنت حنين واصحابهم كده؟ لا يا باشا، لوحدهم. شريف وطوح لوحدهم؟ راحوا فين؟ بيتقابلوا يا باشا، بيتقابلوا لوحدهم في اماكن خاصه. عرفت منين الكلام اللي انت بتقوله؟ البنات اللي في المحل وحنين، الدنيا كلها بتتكلم عن الموضوع ده يا باشا. انت الكلب يا طوح، استغل فرصه اني محبوس ومش عارف اطولك، بتوسخي سمعتي وبتحط راسي في الطين. اسمع من روحي. أمر يا باشا. حاجتين لازم تعملهم. أول حاجة عايزك تعين واحد من رجالتنا ما يبقاش وراه أي حاجة غير إنه يراقب طوحة خطوة بخطوة، يعد عليها نفسها. أنت لو قدرت تزرع لها واحد في عينيها اعمل كده. تاني حاجة بقى عايزك تروح لها. لا توحى ابو الكوامل بيقول لك اوعى تنسى بنت ان هو اللي استلمك عجينه وشكلك بمزاجه، هو اللي عملك وهو اللي خلاك. لا انت مش هتقدر تقول لها الكلام ده، انت تقول لها كلمه واحده بس. لا توحى ابو الكوامل بيقول لك لمي نفسك. ايوه باشا، بس انا فد يعني قلت لها كده، وانت عارف بقى انها عصبيه وممكن تقل ادابها عليا يعني. انت ما تديهاش فرصه. انت تطرش لها الكلمتين دول وتخلعها. يا زوزو، زوزو، انت يا زوزو. ايوه ايوه ايوه. في ايه بس يا فارس؟ نعم يا حبيبي. خير؟ كلمي للدكتور حبيبتي، قولي له ان انا رجلي وجعاني جدا والجرح مش قادر، عايز اهرش فيه مش قادر. مش معقول يا فارس كل شويه يكلمني الدكتور، وبعدين انا لسه مكلمه من ساعتين وبيقول نفس الكلام. خد المسكنات وانت تخف. خدت الزفت مش عامله اي حاجه يا حبيبتي. طب
اتصلي بيه وانا هكلمه. يلا يلا. يا رب اتصل بالدكتور كل شوية. مش عارفة اقول ايه بصراحة. معلش يا رب. يا دكتور معلش، كابتن فارس عايز يكلمك بنفسه. معلش فاهم. ايوه يا دكتور، خدت المسكنات يا دكتور، مش عامله اي حاجه. ليه استحمل؟ هو انا كل ما اكلمك هتقول لي استحمل استحمل؟ بقول لك مش قادر يا بني ادم. اوه، خدت التلات زفت برشامات، مش عاملين اي حاجه يا دكتور. يا اخي مش قادر. بيقول لي استحمل، ده غبي ده ولا ايه؟ بس ليه ده؟ مش معقول انت بتعمله في نفسك ده. وبعدين الدكتور بيقول كل ما تتعصب كل ما الجرح هيوجعك ومش هتخف. انت كمان؟ بقول لك في جرح زفت عصبي وما زفت عصبي. في ايه يا فارس؟ اعمل لك ايه طب وانا اعمله؟ صرف روحي، هاتي لي اي علاج تاني غير الزفت اللي كاتبه الحمار ده. اكلمه واقول له اتصرف. معلش امس ايه؟ انا هروح بره دلوقتي اشوف في درج الادويه يمكن الاقي لك مسكن ولا حاجه، بس عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطر صحتك وحياتي عليك. اهدى شويه. يلا يا حبيبي ارجوك، يلا بسرعه بسرعه. يلا بقى بسرعه. استغفر الله العظيم يا رب. يا بياني، انا بفضل الله من اشد معجبينك ومتابعينك يا مولانا. ربنا يخليك يا حبيبنا، بس كلمه معجبين دي بتفكرني بلعيبه الكوره. طب بذمتك يا مولانا، مش الدعاء لله افضل من الدعاء اللي بيجوا حته كوره؟ يا سيدي، هم لهم الدنيا ونحن لنا الآخرة. يا شيخ حسن، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. واللي هنسيبها لهم كده يبوظوها ويخربوها على الناس. هو حضرتك تقصد إيه؟ أنا أقصد إنه زي ما لعيبة الكورة مشهورة كده في كل حتة، لازم الشيوخ يبقوا مشهورين ومعروفين أكتر منهم كمان. أنت عارف إن المصريين ما شاء الله كتار قوي في الدول العربية، وهم حابين يعرفوا دينهم من شيوخ مصرية زيهم. يعني قصدك أروح أخطب الجمعة هناك وأرجع؟ لا طبعاً، أنا قصدي إن إحنا هنطلع بجولة في الدول العربية، وهنبدأ بدول الخليج، وهناك الناس متشوقة تسمع كلام ربنا بلهجة مصرية وشيوخ دمهم زي العسل زيك. كل ده ما شاء الله متوفر في حضرتك. بس ما تنساش إن أنا عندي شغل هنا. يا شيخ حسن، لما تروح هناك هتعرف إن اللي هنا ده مش شغل. هناك الدعوة إلى الله هتدخلك الجنة في الحياة الدنيا. رفاهية ايه وملذات ايه؟ طيب، زي ما حضرتك شايف. زي ما قلت لك، من أرادهما معا فعليه بالقرآن. على بركة الله. على بركة الله. منور يا باشا. ليك وحشة يا سرور. وحشة؟ وحشة ايه يا اخويا؟ أنا زعلانة منك. بقى بعت لك مرسال يكلمك في التليفون ويقول لك سرور محتاجالك، تقوم تهزقه وتهدده إنك تسجنه؟ أنا فاهمك. الفترة اللي انت اتسجنت فيها دي حصل حاجات كتير قوي في البلد، وكانت العيون علينا، وكانت تليفوناتنا متراقبة، وكان لازم اعمل كده واكلمه بالطريقة دي عشان سمعتي، وانا مترضكيش ان سمعتي تتضر. يا خبر، برضو ده يرضيني انك تتضر بسببي؟ على العموم يا باشا، احنا لسه فيها ملحوقة. يعني بمعنى؟ بمعنى كده ان في بيتين كده حرقين دمي وعايز اجيب مناخرهم الارض. يا سرور، انت لسه خارجة من السجن، ما تعمليش مشاكل لنفسك. انت عايزه ترجعي السجن تاني؟ المفروض تقولي يا حته دارين وتداري لغايه لما ترتبي اوراقك وتشوفي هتعملي ايه. انا اوراقي مش هتترتب ولا هيهدالي بال غير لما انتقم الحيتين دول. هما مين؟ بنت اسمها زوزو بتشتغل رقاصه، وواحده صاحبتها. زوزو؟ ده زوزو بقت علاقتها بناس كبيره قوي في البلد وبقت واصله عني. يعني هتتخلى عني للمره التانية يا باشا؟ انا مش بتخلى عني، انا بس بعرفك حجم عدوك ايه عشان تعرفي تتعاملي معاه. المهم هتعمل ايه؟ طيب سيبيني بس يومين كده وانا اشوف لك حل في الموضوع ده. وعد يا باشا. وعد. قومي بقى، سيبك من القصه دي بقى، وشغل لنا شريك كاسك كده ورقص لنا رقصه من بتوع زمان من اللي كانت تطير العقل. لهوي عليك يا باشا. على العموم من عينيا. ها، ايه رايك؟ انت ما تتخيليش انا لفيت قد ايه عشان اجيب لك حاجه تعجبك. انت يا حبيبتي لو لبست خيش هيبقى عليكي حرير. انت اللي بتدي قيمه للحاجه، مش هي اللي بتدي لك قيمه. ها، ما قلتليش ايه رايك في زوي؟ كويس. هو انت لسه زعلان؟ خلاص بقى، وسامح كلام، والعفو عند المقدر. اصل يعني مش حته دهب هتيجي ترميها لي هقوم افرح وازغرط واعمل كده حاجات عجيبه يعني. يا حبيبتي
الهدية دي تعبير عن مشاعري. هو أنا ليه فكرت ونزلت جبت لك الخاتم ده؟ عشان ما بحبش إنك تزعلي مني. ده معناه بقى حتة الذهب أرميها لك وخلاص. آه، أنت يعني كنت الأول بتفكر فيها لوحدي، لكن دلوقتي في شريكة بتشاركني كل حاجة، حتى تفكيرك. لا إله إلا الله، ما أنت عارفة الوضع من أوله، والمسلمين عند شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين، وأنت عارفة الوضع وأنا قايل لك عليه. جاية دلوقتي بقى تضايقيني؟ أنا ما كنتش فاكرة إن الوضع هيبقى كده، أنا كنت فاكرة إنها هتبقى يعني جوازة وخلاص، مش واحدة تيجي تاخدك مني. يا حبيبتي، أنا عارف إن الغيرة دي حاجة غصب عن المرأة، بس لما تزيد عن حدها تبقى حاجة غلط. الغيرة دي نار، ومفيش راجل يقدر يعيش في وسط النار، يعني هيشكل فرار على طول. بياني، مفيش حاجة تبعد الراجل عن مراته غير الغيرة. يعني أنت عارف إن دي حاجة غصب عني، يعني أنا بغير عادي، يعني زي كل الستات بتغير، علشان بحبك أوي. ما أنا يا حبيبتي عشان كده جبت لك الهدية دي عشان أصالحك بيها. طب بقول لك إيه؟ أنت جبت لها هي كمان هدية زي دي؟ لا أقسم بالله على كده، وأنت عارفة كويس إن أنا ما بحلفش كده. أنا عارفة، أنا عارفة إن أنت ما بتكذبش أبداً، بس يعني يلا. بص بقول لك ايه، هو واسع عليا شويه، يعني أو ممكن اروح اضايقه او اقول لك ممكن اتخن شويه. ربنا يخليك يا روحي. حسن يا حسن، انا بحبك، وبعدين بحبك قوي، ما تزعلش مني. وانا كمان بحبك يا روحي، وضحكتك دي بتفرح قلبي، بس من غير غيرة. حاضر. رجلي شد يا با. جرى ايه يا عم فارس؟ شد حيلك، عايزينك تقوم بالسلامة كده أوام أوام. مش قادر يا راجل، مش قادر، وجع حيفرتك رجلي يا أخي، مش قادر، مسكنات مش محوقة. بقولك ايه يا عم فارس، ما تسيبك من جو المسكنات ده، انت مفيش حاجة هتنفعك غير ده. ابعد يا بني ادم. يا عم دي حتة حصواية، وبعدين الدنيا مش هتخرب يعني من سطرين. حصواية ايه وزفت ايه؟ وانا هنسى اللي عملته في الواد سوكا، ده كان هيموت منكو يا غجر لما شد اوفر دوز. رجلي كده تقول على ولاد منطقتك كده يا كابتن؟ ما كانش العاشق. وبعدين احنا كان قصدنا خير، سوكا طول عمره طماع. اضرب الصنف ده وانت مش هتحس بأي وجع، وكمان بعديها ايه؟ هيخليك تعمل احلى واجب. واجب ايه يا جدع انت بس؟ واجب من الواجبات الزوجية. انا في ايه ولا في ايه يا بني ادم؟ انت ما بتفهمش. وبعدين انت مش عريس جديد ولا ايه؟ عايزينك كده تقوم بالسلامة على طول. تعالى يا عم، ده القلم مش مخليني اركز في اي حاجة في الدنيا، حتى الملعب اللي انا بعشقه خلاص مش هنزله خالص لمدة شهور يا عم. عشان كده بقى بص، لازم تشد عشان تنزل الملعب، عشان الناس تشوفك. يلا يلا امس بالراحة. يلا 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 بالراحة بالراحة. شد عشان الناس تشوفك بتلعب تاني مرة واحدة. ايوه على مرة واحدة. الله عليك، هو ده نجم، هو ده. واحدة واحدة، ايه ده بس، هترتاح دلوقتي. قلت لك ايه رأيك؟ هو ايه يعني؟ مفيش الا نسوان خواجات، مفيش مصريات، ده حتى المصريات زي القمر. في طبعا مصريين حلوين قوي، بس احنا شو بتاعنا عايزينه شو علم، عايزين الدنيا كلها تشوفه. حبيبتي احنا مش عايزين حاجات محليه كده. طب ان شاء الله تعملوا بقى الحاجه العالميه دي، بس قبل ما فلوسي بقى تاثر، عشان انا فلوسي قربت تخلص. ايه ده ازاي كده؟ زي الناس، يلا عشان انا عندي مشوار. لا استني بس، انت رايحه فين؟ اقعدي. شباب معلش في المكتب بس. ماشي يا معلم. سلام. ها مالك بقى، في ايه؟ مفيش، سايبك مع اصحابك عشان تشوف بقى موضوع نسوان خواجات دي هتصرفوا عليهم منين وازاي. يا توتي اولا ما اسمهمش نسوان، اسمهم مودلز، وبعدين لازم تعرفي ان ده شغل. تاني حاجه انا ما كنتش اعرف ان القمر بيغير عليا. ايه الباكج اللي انت بتقوله ده؟ طب
طب بذمتك واحده في الجمال والحلاوه اللي انت فيها دي، لما تغير على واحد شبهي انا المفروض اعمل ايه؟ بقول لك ايه، انت بتقول كلام حلو قوي بقى وانا ممكن اصدقك. طب انت عارفه ان انا عيان؟ عيان؟ والله. عندك ايه؟ مفيش، رحت للدكتور كشف عليا قال لي انت تعبان جدا ولازم تبص في عينين اجمل واحده في مصر 3 مرات في اليوم. وبجد الحاجات اللي انت بتقولها دي يعني بجد ولا انت بتضحك عليا ولا بتهزر ولا ايه؟ هنروح على فين؟ تعالي بس حاولي تبعلي. أزوزو يخرب بيت عقلك خضتني. وبعدين انت ايه اللي مشاك على رجليك قبل ما الدكتور يقول لك؟ يا حبيبتي ما انا زي الحصان اهو. ايوه بس ده خطر عليك انك تتحرك قبل الميعاد اللي الدكتور قاله لك. يا حبيبتي ولا خطر ولا حاجه. وبعدين انا مش عايزك تزعلي مني يا زوزو. انا عارف ان انا كنت سخيف معاكي اليومين اللي فاتوا. ولا يهمك. كل هون عشان خاطر عيوني. حبيبتي. انت مش عارفه اصلك يا زوزو الاحساس اللي انا كنت حاسه. يا كان انا فظيع قوي. بجد كنت مخنوق جدا. اصل يعني ايه لعيب اول ما يلعب في نادي اللي بيحلم طول عمره يلعب فيه فجاه يتصاب؟ لا ومش اي اصابه، ده رباط صليبي يا اخويا. وايه يعني رباط صليبي؟ بكره تبقى احسن من الاول وترجع. وبعدين هو انت اول واحد يعمل رباط صليبي يا اخويا؟ ده الخطيب عملها قبل كده. الله 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 الله، ده احنا عندنا معلومات كرويه اهو. يا ابني ده انا زوزو اللي تعرف القرد مخبى ابنه فين. حبيبتي يا زوزو. ربنا يخليك لي. بس صحيح بقى، قولي ايه اللي قومك من السرير ومخليك كده مصحصح ومزاجك رايق؟ اه السطر يا زوزو. الايه يا اخويا؟ السطر؟ الستر. الستر يا زوزو والصحه الاثنين دول الانسان بيحتاجهم قوي. والنبي ما انا فاهمه منك حاجه، وانت بتقول ايه؟ والنبي انا ما فاهم نفسي اصلا. والنبي عسل. انت اللي قمر. طب بقول لك بقى يا زوزو، انا ميت من الجوع والله العظيم. بعدين انا لو ما اكلتش دلوقتي ممكن اكلك انت يا قلبي. يا راجل بص لنفسك، وانت فيك حيل؟ انا فيا حيلين، انا مش حيل واحد بس. طب اوعى بقى وروح على الاوضه عشان يلا خلص الاكل، احسن اكله هيتحرق. اوضه مين؟ انا عايز اكلك انت يا راجل. اتهق امشي يا راجل. والله ما انا ماشي. امشي هاكلك. الو الباشا موجود؟ قولي له مدام سرور مش موجود، مسافر. اه وهيرجع امتى ان شاء الله بقى من تايوان دي؟ الله، هو ايه الموضوع؟ هو انا كل ما اكلمه يا مسافر يا عنده مؤتمر يا هو في ايه بالظبط؟ طب من فضلك لما يرجع قولوا له عمل ايه في الموضوع اللي انا قلت له عليه اللي هو مطنشه بقى له فتره. لو سمحتي ما تنسيش. كلكوا كلاب. مدام شريتي، الاستاذ ممدوح المحامي مستني حضرتك بره. روحي اندعي له. اتفضل يا استاذ ممدوح. مساء الخير يا مدام. اهلا يا متر، ازيك؟ الحمد لله. ما كلمتنيش قبل ما تيجي ليه على المحمول تقولي انك جاي؟ نسيت والله، ولسه يعني ما تعودتش على استخدامه. بقول لك ايه يا مدام؟ أنا سألت على حضرتك امبارح ما كنتيش موجودة، خير؟ كنت فين؟ نعم، كنت فين؟ كنت في شغل يا أخوي. شغل؟ شغل يا مدام؟ إحنا مش متفقين قبل ما تعملي أي حاجة يكون عن طريقي ومن خلالي عشان أكون في ظهرك؟ ما هو أنا الدلعاتي الشغل اللي بعمله ده من فلوس أنا، مش من فلوس أبو الكوامل، فأديك خبر ليه يعني يا متر لا مؤاخذة؟ أول مرة أعرف إنك ليك فلوس يعني غير فلوس أبو الكوامل. طب اديك عرفت. خير؟ نعم. كنت جاي ليه؟ انا كنت عند ابو كلاوان بيه وطلب مني اوصل لك رساله. اتفضل. طبعا سعادتك عارفه مع الرسول الا البلاغ، وانا ماليش علاقه بالكلام اللي موجود في الرساله، وارجو ان سعادتك يعني تكوني هاديه كده. اتفضل. ما تخلصني بقى يا استاذ وتتكلم. الرساله عباره عن كلمه واحده، ابو الكوامل بيقول لك اتلمي. ايه؟ اتلمي؟ جرايه يا استاذ، ما تلم نفسك انت، انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ من غير عصبيه يا مدام توتي، زي ما قلت لحضرتك انا ماليش دعوه بالرساله دي خالص، انا مجرد رسول
ومش من حقي اعرف السبب اللي خلاه يقول لك كده. وانا نفذت مهمتي وخلاص. عن اذنك يا مدام. ماشي يا استاذ، شكرا، مع الف سلامه. يا تكنيله، قردنا بالهم والهم ما رضيش بيا، قلبوا الكوامل كمان. مالك يا فارس، في ايه؟ حقيقة يا زوزو بموت. يا لهوي، في ايه؟ وجع يا زوزو هيفردك رجلي. مش قادر يا زوزو، روحي بتطلع مني يا زوزو. دماغي يا زوزو هتتفردك، مسمار نار بيضرب في نافوخ. يا ايه ده يا اخويا؟ هكلم لك الدكتور، هكلم لك. لا ما تكلميش الزفت ده، هيفضل يديني في مسكنات ما بتعملش اي حاجه. طب انا اعمل ايه؟ طب قول لي. عشان خاطر يا زوزو عايز سطر بودره. يا نهار اسود ونايم، يا نهار اسود ونايم، هو انت اتجننت يا راجل؟ عشان خاطر يا زوزو بموت بموت. المره دي وبس، هي اللي بتقلل الوجع يا زوزو. حس بيها يا شخ. اهدى خالص، هتصرف يا اخويا، هتصرف. شو عزوز؟ حاضر. اهدى عزوز اقعد. وانت اتلسعت من التلفزيون ولا ايه؟ تحت امرك يا سيستر. عامله ايه وزتي؟ كويسه الحمد لله. بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزك في موضوع مهم. امورينا يا وز. عارف محمود الطخون اللي ساكن عند بيتنا القديم؟ انت عايزاه في ايه؟ ده جثه لايحه وسكته كلها شمال. انا بقى عايز السكه الشمال. انت هتتجنني ولا ايه يا وز؟ اسمع بقى للاخر. قولي. فارس جوزي ماله؟ هيموت من الوجع، ومفيش حاجة بتفوقها غير البودرة. بودرة يا وزة دي فيها كلابوش. هي بودرة، في ايه يا عيد؟ انا ما عنديش حد غيرك تسند عليه. تمام، عايزة ايه؟ خد دول يا واد، انا معرفش دول يجيبوا قد ايه، بس محمود الطخون معرفة قديمة ومش هيحط معاك في الساعة. روح قول له عايزين حبة كويسين يعملوا 4 تذاكر بس. خلاص ما تقلقيش، انا هتصرف. واد يا عيد، الكلام ده سر بيني وبين. في حاجة طلعت بره قبل كده يا وزة؟ جدع يا واد، بس يلا بسرعة لحسن فارس هيموت مني. حصل. تعالى يا بنت هاتي القهوة، حطيها. تمري بحاجة تانية يا ستي؟ لا لما عاوز حاجة هندهلك. يلا غوطي بقى كده يا فخري. أنا صعبان عليا منك أوي. معقولة يا راجل أطلبك في التليفون البيت السكرتيرة العرة بتاعتك دي تطرقني وتقول لي أصله مسافر عنده اجتماع داخل الحمام؟ والنبي ما تزعل، ليك عليها من راسلك ودانها بنت القديمة دي. وألمونا قدامك أهو، أؤمرين. أأمرك؟ بأمارة إيه يا أخويا أأمارك؟ أنت خلاص يا فخري ما بقتش بتجيني يا حبيبي إلا عشان مزاجك وخلصنا وتمشي وادي وش الضيف. تقصد إيه يعني يا سرور؟ أقصد إيه؟ أنا مش تلميذة يا فخري، أنا فاهماك كويس أوي أوي أوي. آه يا حبيبي، أنت بتجيني بس عشان تفتكر أيام زمان. وفي أحلى من ليالي زمان وأيام زمان. بس يعني علوم دي يعني حاجه ما تزعلكيش، ان يكون ليكي معزه خاصه عندي. معزه؟ بأمارت ايه؟ ده انا يا حبيبي لما عوز بق ميه وانت في ايدك تسقيني بتبخل عليا بيه. طب بذمتك ودين، انت شفتيني في يوم من الايام دخلت عليكي في حاجه، بس انت مش حاسه ان طلباتك بقت اوفر فعلا؟ اوفر؟ اوفر ليه؟ اوفر ليه؟ وانت كمان بتتكلمي؟ انت ناسه لما طلبت مني ان انا اجيب لك زوزو راقعه تحت رجليك؟ قلت لك ما ينفعش، قلت لي اقتل صاحبتها. وهي دي كبيره عليك يا حبيبي؟ ده انت باشاره منك تخلص كل حاجه. اخلص ايه يا سرور؟ انت شايفينها على التانيين قتله؟ ما تفوق تشوف انت بتكلمي مين. انا فايقه يا حبيبي وعارفه بكلم مين كويس. لو الحوار ده يخصك كان زماننا بنقرا الفاتحه عليهم،
لكن عشان الحوار يخصني ما بقتش قتالين قتله. لا ده انت باين عليك اتجننت. انا ماشي ومش جاي هنا تاني، وبحذرك يا سرور لو جبت سيرتي مع اي حد او اتصلت بمكتبي تاني انت عارفه كويس ان انت مالكيش ديه، وفعلا هنجرب فيك وهكون قتالين قتله. بقى كده يا فخري معلش الكلام خني، حقك عليا يا فخري. انا ماليش غيرك يا فخري، هتتخلى عني؟ بلا خني بلا زفت، ده انت بان عليك اتجننت واللي كان كان، ومجنون اللي يعرفك تاني. اشرب اشرب زيح، شكل الصنف ده عجبك قوي صح؟ اصلي يا اسطى يدوم اول واجب. لا يا حبيبي ده في واجبات كتيره، ده انت منورنا النهارده. في حاجه؟ ايه في حاجه؟ لا يا اخويا مفيش حاجه. مين ده؟ معايا معاك. لا ده انت تنورنا انت وصحبتك، ده لسه في اكل وجاي وكل اللي انت عايزه، دي الخرابه بيتك ومطرحك يعني. ها في حاجه؟ ايه في حاجه؟ وماله بيتساءل ليه كده؟ ليه متسائل؟ ما تركزش معاه عشان هو بيشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش. لا اله الا الله، ده بيكلم حاجات في الهوا. ربنا يعفى عنه وعنا جميعا يا رب. ها ايه؟ لا يا اخويا مفيش حاجه، خد راحتك انت وصحبتك على دماغنا حبيبي. على دماغنا من فوق. الحاجه دي تلزمني. إيه تلزمني يابا؟ دي حضرتك انا سارقها وتعبان وشايل. تلزمني. ماشي ما تغلاش عليك يعني، مفيش اي حاجه في الدنيا تغلى عليك. اتفضل. وعلى فكره كمان انا بصراحه معايا ساعه، يعني لو تلزمك دي برضه تلزمني. برضه تلزمني يابا. حاضر انا تلزمني. حاضر بس عشان ما تتقطعش. اتفضل حضرتك. اتفضل ده انا اللي قلت لك عليها انت ما كنتش شايفها. معلش تلزمني. اتفضل. هو اللي قال الجزمه دي تلزمني. تلزمني انا؟ لا يابا تلزمني. تلزمك انت صح. عايز فين ده؟ واحده ولا الاثنين؟ الاثنين. اديله الثانيه يابا. واحده الله يبارك لك. سيب لي واحده امشي بيها. اقلع يابا. اخلص يا فطوط. تخلص في الهوا. اقلع يا سيد. احنا تنقى ناني كده بتلم حاجه زمايلك. هو كده يابا عاجبك ولا مش عاجبك؟ خد راحتك يا اخويا، خد راحتك. بص بقى، احنا بعتنا نجيبك علشان كنا عايزين نفكرك بايام الشقاوه زمان. فاكر لما كنت اول ما نخرج من المدرسه تقوم دببنا علق اول ما بتشوف خلقتنا كده؟ فاكر لما كنت بتخلي الواد بيلي ده رجله تلف حوالين قفاه وتقلبه زي فرده الشراب؟ فاكر؟ وفاكر لما كنت مربطك في عمود النور واحنا خارجين من المدرسه؟ ايوه فاكر. خلاص ايه عادي، كنا بنلعب استغمايه. احنا بقى جايبينك علشان تعلمنا كام حركه من الجامدين دول اللي انت كنت بتعملهم معانا، حركات بتاعت الكاراتيه دي وبروسلي وبتاع. مين الحركات بتاعت زمان بتاعت الضرب والحركات؟ لا ايه ليه تنسيت ولا ايه؟ الله يخرب بيتك انتوا سايتوه. انتوا جايبين ايه؟ انتوا بتشربوا ايه من الصبح؟ بنزين. فكروا باسماء الحركات. حركه ايه وحركه ايه؟ يمكن نفتكر. واحده بس. بنزين ايه؟ بتشربوا بنزين ايه؟ انا هقول لك بصراحه، انا كنت هشتري نص براندي وانا جاي بس الفلوس ما كفتش، وقفت في الطابور خدت 2 لتر بنزين 80. الله يخرب بيتك وبيت سنينك، قاعدين نشرب في بنزين 80 من الصبح؟ طب وفيها يا سيد؟ هي المعده بتشوف حاجه؟ كله بيتبربع وخلاص. بتقول بيتبربع ايه؟ هو بيسقي تاكس؟ هو ايه اللي بيتبربع؟ وبعدين الواد ده بيشرب سولار اساسا. وده غاز طبيعي، تسقيهم حاجات تبوظ الفلاتر بتاعتهم ليه؟ ها؟ المهم احنا عايزينك تعلمنا بقى كام حركه من الجامد. وفاكر حركه مروحه السقف؟ بس ده حركه خطر. وانت كنت عايز حركه جامده برضه تعلمها، اللي هي المروحه اللي هي الستاند اللي هي اللي واقفه دي، وانت بتروح لافف في رجلك كده وانت واقف. ده عايز حركه البوتاجاز ابو عين واحده. عين واحده بس. الحاجات دي كلها صعبه عليكم، قبل ما تعملوها لازم تتعلم الاول تفتح حوض. تفتح حوض؟ لا ده سكر على الاخر. هو اللي تفتح يا ابني اسمها تفتح الحنفيه بتاعت الحوض مش كده؟ الحوض مفتوح اساسا بس حنفيه عمرك شفت حوض مقفول؟ انا عارف مفيش الكلام ده خالص. يعني بعدين احنا حراميه نفتح خزن، نفتح شقق، ايه نفتح حوض دي؟ ما تقلقش معايا هتتعلم كل حاجه على خيره الله. اهو نجرب نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. ما تقرا يا عم، في حاجه؟ مفيش حاجه. هو بيكلمنا انا؟ لا اله الا الله. والله العظيم ثلاثة لولا انك غالي عليا انا ما كنت جبت حباية. تسلم يا عم توخو. دول اخر حب، وبعدين البضاعة شحم السوق، والحكومة شد حيلها علينا اليومين دول،
ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. فوق راسي يا عمنا، بس زي ما قلت لك كده، جوز اخت عيانه ما بيخفش غير بيها. يا عم ربنا يشفيه يا عم، وانت كلامك عندي مصدق، ولما تيجي تحتاج تعالى لحبيبك التخون وانا اقضي لك. اصلي حقاتك كام دول يا ابن عمي؟ باكو. وبعدين بقى نهار اسود عمال اقول لك مفيش ولا حبه، والحكومه عماله مقفله علينا الدنيا، وجايب لي شويه الفكه دول وبتقول لي ينفع كده برضه يا عم عيد؟ امال انت عايز كام يعني؟ طب عاد مين ده؟ عاد الله. وعاد الله وعاد الله وعاد الله، انا عطوهم لك بسعرهم ما كسبان منك جنيه واحد. اثر اتخن وهات من الاخر. عايز كام؟ عايز كمان، عايز كمان باكو. فل. مرضي؟ مرضي يابا. ربنا يشفي مرضاكم ومرضى المسلمين. ربنا يخليك في حالك. فين المادة؟ اديله بقى يا عم، بقى يا عم. فل اتوخ. خلاص يا باشا، القضية بتاعتك انتهت. السلام. القضية بتاعتك انتهت. بتقولها لي كده كأنك عملت مجهود وطلع عينك يا حبيبي. انت عارف انتهت على ايه بقى ان شاء الله؟ هخرج يعني قريب ولا ايه؟ قريب جدا كمان يا باشا. هم عارفين القضية بتاعت المخدرات اللي ملبسينها لك هتطلع على مفيش. ايوه انا مش قادر افهمه. مادام هم عارفين ان القضيه دي هتطلع على مفيش، عملوها ليه وكلفوا نفسهم واشتروا مخدرات وحطوها ولي وعملوا احراز وحكومه وتحقيقات، ايه؟ ايه الهدف من كل اللي حاصله دي؟ عاوزين يخوفونا يا باشا عشان نساوم. بس على مين؟ هم خلاص عرفوا انهم بيلعبوا مع الكبار. وفي اكبر من شوكه الحمص يعني. لا بالمناسبه، اخبار فلوس شوكة الحمصاني شغالة ولا ايه ظروفها يعني؟ شوكة الحمصاني مين؟ شوكة الحمصاني ده يا باشا شخصية وهمية انت اخترعتها. ايوه بس شوكة الحمصاني ده عشان تبقى عارف اشهر شخصية هنا في السجن. مش شخصية وهمية بس اشهر مني واشهر منك. ابو شامة. اخبار شغل ابو شامة؟ اه لا 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 خلاص، مش انت، مش انت، انت المحامي بتاع المغرب. انت هو انت ماسك شغل المغرب ولا شغل مصر ولا بيروت؟ سعاده الباشا، انا ممدوح المحامي. والله كويس انك فوق. تصدق ان انا ساعات بفتكرك المحاسب بتاعي. السجن، السجن اللي هو الدماغ الواحد. بس برضه كل حاجه بتيجي لغايه عندي وتهدي وتتفهم بالراحه واحده واحده. بص يا ممدوح، أنا عايزك تركز في موضوع المدعي الاشتراكي ده. عايز الورق اللي يروح للمدعي الاشتراكي يبقى متستف 100%.
ما فيهوش الهوى لحد يقول لنا استلال عمل عام ولا املك دوله ولا اثار ولا ذهب ولا زبق ولا حاجه من دي خالص. عايزين نطلع من الحكايه دي صح سليم. طمن كل حاجه تمام والاوراق متستفه وتمام التمام، يومين وكل حاجه تخلص. افلح ان صدق. المهم اتفضل يا باشا. تاني حاجه بقى، قلت لي ايه في موضوع توحة؟ اول ما هتخرج يا باشا هتلاقي توحة ال 24 ساعه مكتوبين خطوه خطوه وحركه حركه، كله مكتوب وهتعرفه. مكتوب فين؟ في الملف يا باشا. تعمل لها ملف ممنوع؟ طبعا يا باشا. لكن هي مع الصور مستندات عايزها تلف حوالين نفسها، اول ما واجهها باللي في الملف ده تقع من طولها. فاهم ندوها؟ ماذا والا اقسم بالله اشطبك من جدول المشتغلين. والنبي شيل حلبلك جديده يا ابله، يدوم العز ويجعله عام. ازيك يا بت، عامله ايه؟ ازيك وازاي امك؟ الحمد لله كويسين، عايشين بحسك يا ابله وبيسلموا عليكي كتير. ها وعامله ايه يا بت دلوقتي في الدنيا؟ اهو انا بشتغل دلوقتي في حضانه يا ابله الحمد لله. تشتغلي في حضانه؟ اه. وهي الحضانه دي بتطلع فلوس يا بت؟ هي صحيح فلوسها قليله بس هي مستوره الحمد لله. طب بقول لك ايه يا بت؟ ايه رايك اللي يديكي 5000 جنيه مره واحده او تعملي لي الكشك ولا تعملي لك بيهم اي مشروع؟ 5000 حته واحده يا ريت يا ابله، بس منين؟ انا حدهم بك يا بت. بجد يا ابله يا ريت، بس لو شقاوه يعني زي بتاعت زمان يا ابله انا خلاص بطلت وتوبت الحمد لله. توبتي ايه يا بت؟ وحلال ايه اللي بيطلعوا لك كام ملطوش في اخر الشهر دول؟ يا ابله هم صحيح كام ملطوش بس بالحلال وهي مستوره الحمد لله. طب بقول لك ايه يا بت، انا هخليهم لك 7000. ما انا قلت لك يا ابله انا بطلت الحاجات دي، بس انا ممكن اشوف لك واحده. بس قولي لي هو انت عاوزاها مواصفاتها ايه؟ مواصفات ايه يا بت؟ هو انا هسرحها يا بت ولا هسرحها؟ انا عايزاها في شغلانه تانية. شغلانه تانية؟ طب ايه هي الشغلانه التانية؟ قتل. يا نهار اسود، قتل؟ لا 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 طبعا يا ابله ما اقدرش، انا تبت خلاص، وبعدين هتخليني اشيل الذنب ليه؟ لا 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 ما اقدرش يا ابله. حشي حشي يا بت، التقوى دي اللي نزلت عليكي. انت يا بت نسيتي ايام زمان ولا ايه؟ لا يا ابله ما نسيتش، بس انا بحاول اكفر عن ذنوبي والحمد لله الحلال طعمه احلى. جرايه يا بت، انت جايه تتوبي هنا عندي بروح امك ولا ايه؟ عقبالك يا ابله كده ما تتوبي وتشوفي الحلال وطعمه اللي يجنن. يا ابله يا ابله اعملي حاجه قبل ما تقابلي وجه رب كريم. انت ضربتي في لسانك يا بت، انت بتبصري عليا ليه يا بت؟ شايفاني عجزت ولا ماشيه على عكاز؟ ده انا لسه في شبابي. بس الاعمار يا ابله بايد اللي ماسكها ومحدش عارف هيروح له امتى. امشي يا بت، امشي قومي غوري من وشي، انت جايه تفوني في وشي ولا ايه؟ امشي جاتك نصيبه. ماشي يا ابله، انا اتبسطت اني شفتك وربنا يهديك يا ابله. امشي كده تهشش في ركابك، جاتك نصيبه نسوان هم. غوري يا بت الكلب. جسمي بيتقطع مش قادر. يا اخويا ما انا قلت لك، ما انا قلت لك البودره اخرتها وحشه. طب عشان خاطري المره دي بس يا زوزو ساعديني، مش قادر يا زوزو مش قادر، بموت بموت. يلا يا زوزو اتصرفي عشان خاطري. اعمل لك ايه يعني؟ يا اخويا ده كده بقى ادمان مش علاج. ادمان ولا مش ادمان؟ انت مالك يا زوزو؟ ده انا مش انت، مالكيش دعوه يا ست، انا عايزاكي نفسي، مالكيش دعوه. يا راجل انت كده بتضيع مستقبلك، بتضيع نفسك. البودرة اخرتها وحشة، اسمع مني. انت هتديني محاضرة؟ انت مالك؟ انا حر في نفسي يا ست عشان خاطري يا زوز. اقول لك ايه، لو ما تصرفتيش عليا الطلاق يا زوز هطلعك. يا نهار اسود، انت جبت السكينة دي منين؟ سيب السكينة، لا سيب السكينة، لا لا يا شيخ حرام عليك نفسك. لا
ما اقدرش اذيكي، وانت كمان ما ينفعش تاذيني يا زوزو. تصرفي ده عشان خاطري بموت. ايه ده؟ حاضر يا فارس، حاضر. امشي ورا، حاضر. حركي حبيبي. حمد الله على السلامة، وحشتني. وانت برضو وحشتيني قوي، بس الله عليك اللي انت عاملاه ده. ايه رأيك؟ عجبتك؟ ايه اللي عجب؟ ده اللي انت عاملاه ده يعجب البشوات. انا بس قلت يا حسن، احنا بقالنا كتير ما عدناش قعدة رومانسية كده مع بعض، قلت اعمل لك مفاجأة. والله صدقيني احلى مفاجأة، بس على شرط كل يوم من ده. لا كل يوم مش هينفع بقى، انا كل يوم اروح للكوافير وتكلفة اوفر يعني. وماله طيب. وبعدين حاجة تانية، علشان بس ما تحسش ان انت قمر كده وانا هموت عليك فتروح عينك رايحة على واحدة تانية وكده وتزوغ. هو بذمتك حد يبقى عنده القمر ده يبص لحد تاني؟ حسن انت كده انت بتكسبني. بس قولي هنا، انت اتأخرت ليه بقى؟ على فكرة انا كنت هموت من الجوع. معلش يا حبيبتي، اصل النهاردة كان عندي شغل كتير قوي وفتاوى كتير قوي، بس انا ما صدقت اخلص وجيت لك جري على طول. فتاوى؟ والفتاوى دي بقى كانت للستات؟ اوعى تكون بصيت لحد فيهم. لا طبعا حاشا لله. طب في حد بصلك؟ ما خدتش بالي صراحه. مش عارفه ليه يا حسن، مش مصدقك. هو انا عمري كدبت عليكي؟ لا يا حسن بجد عمرك ما كدبت عليا. طيب يبقى خلاص. يعني بتحبني بجد يا حسن؟ ده انا بموت في التراب اللي انت بتمشي عليه. ايه الكلام الحلو ده؟ تسلم لي يا رب. تسلمي لي انت، يا احلى زوجه في الدنيا دي كلها. يا حبيبي بقولك ايه يا حسن، تقوم تغير هدومك ولا ناكل على طول؟ لا بصي، احنا هناكل على طول بس على شرط. انا النهارده مش همد ايدي في الاكل، انت هتاكليني الاكل. بجد؟ طب ليه؟ عشان كده هيبقى طعم الاكل احلى من ايدك. يا حبيبي انا، بصي يا حبيبي، انا كل يوم هعمل لك مفاجاه فظيعه دي، ومش مهم اكلف نفسي واروح عند الكوافير، مش عادي يعني، بس علشان اسمع الكلام الفظيع ده. عارفه ايه احلى مفاجاه في الدنيا دي؟ ايه يا حبيبي؟ انتي احلى مفاجاه في الدنيا كان ربنا تخبيها لي. انا بحبك قوي يا حسن، وانا بموت فيكي يا روح قلب وعقل. حسن مش هناكل بقى؟ يلا. ازيك يا ودي حسوك؟ تمام الحمد لله. معلم التخن هنا ولا ايه؟ هنا بس عنده ضيوف. اصبري. ضيوف؟ ضيوف مين يا واد؟ انت مال اهلي؟ ما تضيقش يا اخويا عليا قوي كده. ولا مش ده الواد عيد اخويا؟ هو بس تبقى زبون عنده ودخل في الغويط وبياخد منه بودره. احنا؟ والله نهار اسود، الواد بقى بودراجي؟ يا فرحتك يا فوزيه، انت وزه بالحيله. انت عارفه اللي هو ما بيخبيش عليا حاجه، قال اللي هو بياخد منه بودره لجوز اخته لعيب الكوره ده اللي اسمه فارس. قلتلي. تصدق يا ودي حسواكه، انا ما كنتش عارفه ان انا طيبه كده. اهي جت لحد عندي، جت لحد رجلي، وقعت لي في حجري، بس هقول ايه؟ حظهم اسود، وقعوا مع اللي ما بيرحمش. يلا قول للمعلم ان انا هبقى عني مره تانيه، انا مبسوطه كده. سلام يا وادي. سلام يا كبير. اموريني يا ست الكل. امسك، دول بنتين عايز اقرا الفاتحه على روحهم في اقرب وقت. وعايشين فين دول وبيعملوا ايه؟ كل المعلومات في الورقه دي. كلام تمام سليم. وخد دول عربون العمليه. لا لا، عربون ايه يا ست الكل؟ انا باخد فلوسي البكا على راس الميت، عشان بعد كده بكن في اي حته عشان الحكومه والقلق. طيب خد اهي كل فلوسك، ولو عجبتني هحضر لك عملية كبيرة حلوة قوي. لا 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 لا، عملية كبيرة حلوة قوي؟ بس نخلص العملية الأولى على خير، وبعد كده يبقى في عملية تانية وتالتة، يبقى في كل حاجة حلوة. طب بقول لك إيه؟ لو جد أمور ولا أي حاجة اتغيرت أتصل بيك إزاي؟ زي ما كلمتيني قبل كده، على قهوة المعلم زناتي، واللي يرد عليكي تقولي له أنا عايزة فرج درمغة. إيه؟ فرج درمغة يا ست هانم.
ماشي يا درمغ. ماشي يا ست هاني، ليلتي الجميلة. مع السلامة. مع السلامة. جرأة إيه يا بيضة صفرة يا مشاشة؟ يا بتاعت الدولار أنت يا مفلسة، يا اللي جاية مصر عشان تاخدي دولارات يا كلبة، محدش قال لك إن ده بتاع طوحة. امشي يا بنت من هنا. طوحة. امشي من هنا أحسن وحياة أمي لو أوريك. طوحة بليز. طوحة بلا زفت أقعد، ما أنتش عارف وشك من قفاك. طب ريلاكس بليز، ريلاكس. إهدي في إيه؟ ريلاكس إيه وزفت إيه يا معكوس يا واطي؟ أنا تعمل معايا كده وتدخلي مع البنت المشاشة دي؟ بليز لو سمحتي تيك كير، ما احبش الالفاظ دي خالص. نعم يا اخويا، هو انت لسه شفت الفاظ؟ ده انت هتشوف الفاظ دلوقتي وضرب على الراس. طب ممكن تهدي بقى كده؟ لا مش ههدى. انت ناسي ان انت كاتب لي الشيكات ولا ايه؟ انا عايزه شيكاتي، عايزه فلوسي كلها، والا والنعمه الشريفه تكون معلمه عليك قدام الخاليه كلها اللي انت عامل عليهم امور دول. خلاص اوكي، انت انبليفبل بجد يعني. يلا لسه هيقعد يورتم بالانجليزي قال كاتك ضربه. وكل يوم على كده حمادة، كل يوم منهم مشاكل ومن أمه مشاكل. أم ديصلة عاملة زي الحية تلدع كده وتجري، عاملة زي مريم منيب بس على رفيع سيكة كده ورجليها مقوسة، شكلها غريب. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وأنا اللي فاكرة أني كنت هتنيل ارتاح، مش كنت اتجوزتني وخلصنا؟ مش أنا بكلمك حمادة؟ حمادة أنت سقطت يا حمادة؟ انت ايدك ساقعه كده ليه؟ يا نهار اسود حماده، حماده انت مت حماده. طيب حماده السلام عليكم. اكلم فرج لو سمحت. فرج درمغه مش موجود؟ طب هيجي امتى؟ ده انا بقالي كام يوم بسال عليه. لا بتزعق ليه؟ ايه ايه؟ طب بقول لك ايه بقى، لما يجي اقول له الو الو. ويا ولاد الكلاب يا شلة نصابين، أنا هوريكم كل واحدة فيكم بقى تشوف شغلها. ما تعصبونيش، أنا مش فاهمة إيه الدلع ده. 100 مرة أقول نفس الملحوظة. بقولك إيه منك ليها، اللي مش هتشوف شغلها عدل خلاص تاخد بعضها وتتفضل تتوكل على الله وتشوف لها مكان تاني تشتغل فيه. مفهوم ولا لأ؟ مفهوم يا مديحة. اسمعي أنتي، اللبس اللي في الفاترينة ده شيليه وحطي لي مكانه الشتوي، واذا كان مش عاجبك يا حبيبتي تاخدي بعضك وتمشي تشوفي لك مكان تاني تشتغلي فيه. مفهوم؟ ناس ما بتجيش غير بالسك. واللي جاي يقولك سوري؟ نعم. طب قولي مساء الخير الاول. مساء النور بيبي. ام سوري، انا كنت شارب وسكران وبعمل حاجات غريبه ومش فاكر اي حاجه خالص من اللي انا عملتها. وبعدين ما تحاسبنيش وانا سكران، اكيد مش فاكر اي حاجه. تقدري تحاسبيني دلوقتي؟ انا دلوقتي قدامك فايق، حاسبيني براحتك. وحاسبك ليه؟ هو انا بيني وبينك حاجه عشان احاسبك لا مؤاخذه؟ طب اقول لك على حاجه، فاشن شو بتاعنا مكسر الدنيا، كل الماجازينز بتاعت الموضه واكبر مجله موضه بتاعت فاشن بتتكلم علينا. عايز اقول لك كمان اللي في ناس عايزه تعمل لنا انترفيو في التلفزيون. ما تحاولش انسى. خلاص بقى علشان خاطري. وبعدين بقى انا جاي اكلمك في حاجه تانية خالص. انا جاي النهارده اعزمك على العشاء.
طبعا عشان خاطرنا. طب ممكن وعليها بوسه؟ امي نفسك لو عايزاني ابطل بجد يبقى توافقي النهارده بالليل نتعشى مع بعض بدل ما اخطفك. اخطفني؟ انت شاطر قوي يا اخويا وبتعرف تخطف. تحبي تشوفي؟ امي نفسك امي نفسك احنا في محل قدام الناس. يلا امشي. لو عايزاني احترم نفسي بجد يبقى توافقي النهارده نتعشى مع بعض بالليل بدل ما اتجن عليكي وانت عارفاني ان انا مجنون. ماشي اوكي. بدل ما اتجن. يلا امشي بقى عشان محدش ياخد باله. هعدي عليكي بالليل. ماشي. باي. باي. يا اختي ايه الحلاوه دي؟ ايه دي الرجاله اللي بجد؟ اعملي لي فنجان قهوه. دي نعدل دماغي. أنا سرور اللي طول عمرها نمرة واحد، أحلى وأجمل ست في مصر، الفافوري بتاعة الطبقة الراقية في مصر، بهوات وبشوات. أنتوا فاكرين إيه؟ إنكم ممكن تكسروها؟ لا، سرور عمرها ما تتهزم أبدا، سرور ما تتكسرش أبدا. مش عشان حتة بيت معفنة فكرة انها ممكن تكسرني؟ لا لا انا لا انا ما اتكسرش ابدا. انا سرور من اول ما اتولدت واسمي معناه القوة السعادة. مش عشان يعني دخلت السجن خلاص تفتكروا انكم كسرتوني؟ لا، عمر ما حد هيقدر يكسرني ابدا. لا 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 محدش يقدر ابدا يحط صباعي تحت لسانه. فاكرين ايه؟ انا سرور فاهمين؟ سرور مش ممكن. لا مش ممكن تتهزم. لا مش هتتكسر. مش هتنهزم. مش هتتكسر. ابعدوا عني. شد يا عطسون وانت اتحرك شويه في ازيلهم. الله عاشوا شد عاش. ايه ده مين شويه انت بره بطل وانت شويه شد عاش عاش. ايه اللي بيقول لك يا رجاله؟ استحمل كلها مرحله هتعدي. انا مش عايز ده مات خالص. مالك مات ليه؟ مش عايز تعبان. انا ممكن اريح. ريح ماله. وانا كمان عايز اغسل. الشغل كله عليك انت. احنا خلصنا تمارين التحمل. نخش بقى على تمارين الفايت. ايه الفايت ده؟ ده نوع من انواع القتال. بص ايه؟ فايت معاه ولا فور يا عم ده كده الواد ممكن يفايت في ايده. ملقش. شايف بيعمل معايا ايه؟ ركز. بص لي بقى. انا دلوقتي لو انت هنفايت مع بعضينا. نفايت مع بعضينا؟ لا انا مش هفايت. انا عيب الكلام ده. ايه اللي فايت دي؟ انت عايز تفايت فايت لوحدك؟ لا ما تخافش. لازم التفايت ده لازم فايت قصاد فايت. فايت قصاد فايت؟ ايوه. ونقعد نفايت قدام بعض؟ تقلقش. قدام الناس كده ما يصحش. انت عايز تفايت خد لك حته على جنب وفايت فيها زي ما انت عايز. قلت لك ده اساليب قتال. اسلوب قتال. بص بقى حركات. انا دلوقتي هخش عليك. تعمل ايه؟ هخش عليك. خش عليا؟ ايوه. وانا مش هخش انا كمان عليك؟ هخش بعد مني. هخش بعد مني. بالظبط كده. انت جاهز؟ انا جاهز. وانا جاهز. هنعمل ايه بقى؟ ركز معايا. هنفايت. هنفايت مع بعض. بص بقى. مستعد؟ مستعد. هتديني بالقلم وانا هفاديك. لا لا سامح عيب. انت صاحبي من زمان ما ينفعش اديك بالقلم ده. ايه؟ ما تقلقش. لا لا سامح. انا اللي بقول لك. لا يا سامح. لا 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 انا اللي بقول لك. ايه ده؟ لا سامح ما انت اللي طلبت منك. صدق انا سخنت. تمام معاك مركز. بص هتديني واحد تاني. بس ايه؟ انت هتفاديه. انا هفاديه. يعني انا هتعلم ان انا افادي القلم. بالظبط. ماشي. وانا بص كده. ايه؟ اعمل زي. اعمل زي. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ما انا لما اضربك يبقى انت كده اتضربت. ضربت على ايه بقى؟ انا اتضرب؟ على الضرب.
افهم مني دلوقتي الضرب اللي هتاكله من واد عيد ده زي الضرب اللي انا هديهولك ويمكن اكتر. لما انت استحملت يبقى انت كده هتستحمل ضرب الواد عيد. وانا جايبك تدربني على ان انا اتضرب ازاي؟ انا جايبك عشان تدربني ازاي اعمل حركات واعرف اضرب الواد عيد ونعرف نشقلطه. لا انت كده بتتكلم في مستويات اعلى. مستويات اعلى ليه؟ يعني كده بقى بالصلاه على النبي الفوجيتا هتعلى. فوجيتا؟ فوجيتا تقعد اللي تعلى؟ انت جاي تنصب علينا؟ لا انت جاي تنصب علينا؟ لا ده احنا صيع ولا فطوطه. ايه؟ اصحى يا ولا ملي مسك عليا يلا على ابويا يلا على ابويا ده جاي بينصب علينا يلا زينو انت عارف زينو اصحى علينا ولا ايه؟ ده احنا صيع يا انت فاكر ايه؟ سيب البنطلون البنطلون. لا زينو سيب البنطلون يا زينو هو مفايض عليا سيبه يا ريس. مش موجود برضو؟ لا اصل انا كنت عايزه الشيخ حسن كده في فتوى لواحده صاحبتي. لا ما ينفعش اقولها لك، هي مأمناني ما اقولهاش غير للشيخ حسن نفسه. طب والنبي لو عترتي فيه تكلميني على طول، انا سبت لك نمرتي. ماشي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قفل محمول يومين عشان ما اعرفش اوصل لك. ماشي. برافو عليكم يا بنات، انا مبسوطه منكم قوي. انت بالذات انت عايزاكي كل يوم تسرعي شعرك قبل ما تيجي تاخدي دش كده يا حبيبتي وتسلكي شعرك. انت شويه احمر كده في وشك ليكي بنت دبلانه كده ليه؟ كنتش بتحبي؟ وانت بطيئه قوي بطيئه، سامعه الست من جوه عماله تندهلك تقول لك هتزيلي الناس وانت ايه مسقعه. فوقي يا بنت شويه، انت مالك عامله كده ليه؟ وانت تبقى برافو عليكي بصراحه مبسوطه منك قوي. انا شايله لك هنا اهو مزيل عرق تاخديه وتستعمليه كل يوم، فاهمه؟ يلا امشوا امشوا بشاشفوا ركابكم. انا عارفه ايه البلاوي دي، الاداره برضو محتاجه مجهود. مش ممكن مشكله الناس دي في الاداره ولا حد فيهم بيفهم اي حاجه، الواحده تقعد تقول وتعيد كل يوم. حلو ده. بس يا صاحبي انا ضربت السيجاره من هنا لقيتها بصت لي حته بصه عمري ما هنساها، وراحت قالت لي هو انا قدك عشان تضربني؟ هو انت كمان بتشطر على سجاره؟ ده كلام. انا قد ما العيال دول ايه ده؟ مين دول؟ انتوا مستنيين ضيوف ولا ايه؟ ايوه هم دول يا باشا اللي وزنا اضرب الظابط بالنار. الواد ده عبيط ولا ايه؟ بس على اصحابي. صباح الفل. وانتوا مش مكفيكم ان انتوا ارهابيين وكمان بتلفوا مخدرات؟ ايه ده ارهابيين ايه وده شكله ظابط ده ولا ايه؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا رجاله. ايه يا باشا موضوع ارهابيين ده؟ احنا لا سمح الله عمرنا ما كنا ارهابيين، احنا حراميه بس يا باشا وحراميه غسيل كمان، صح يا اولاد؟ صح. ايوه يعني بنسرق بالليل والناس نايمه ما بنزعجش حد. اخرس يا كده برضه هسامح. ايوه عشان تحرموا تضربوني وتنزلوني الشارع من غير منطلون. من غير منطلون؟ انت كذاب يالا، انت كنت جاي لنا من غير منطلون اساسا، انت هتصيع. انت عايز الحقيقه يا باشا؟ قول الحقيقه بقى، ان الواد ده مجرجركم لحد هنا وعامل فيكم كلكم يا رجاله كمين عشان نفجر نفسينا فيكم. والواد ده لابس حزام ناسف، صح يا ملي؟ صح. بس واسع على حبيبتي. هتقول يا باشا ما تصدقهاش. مش انا يا باشا، باشا الواد خدام كتير يا باشا. خلاص اخلص، خليك مؤدب اسمع كلام الظابط. الختمه الشريفه بقى. الف مبروك يا باشا رجوعك لمطرحك، الف مبروك يا باشا. متشكرين يا ممدوح على كل اللي انت عملته. مبروك يا فندم، حمد لله على السلام. ما سلمك، ومش عايز اي حد يقول لي مبروك لغايه ما اخد حقي من ولادي. ان شاء الله ربنا مش هيقعدها ايام تاني. حد قال لها اني خارج؟ لا يا فندم، زي ما حضرتك امرت، محدش قال لها اي حاجه. وانت ممدوح؟ عيب يا باشا، ده انا بتاعك، مش ممكن اعمل كده. تمام، طمنوني اخبار الشغل ايه؟ كله تمام يا فندم، والمبيعات في العالي. كل المحلات؟ كل المحلات. وانت ممدوح؟ ماشي. الصفقة الأخرانية خرجتها من الجمارك؟ كله تمام يا باشا. اوعى تكون دفعت جمرك. عيب يا باشا. ظبطت الناس تمام؟ كله تمام يا باشا، نفسك.
مركزك دلوقتي تتصل بالراجل اللي بيراقب الولاية دي. أنا يا باشا. شوف لي هما فين بالظبط. تحت أمر يا فندم. يخلص. يا عزت. أنت فين دلوقتي؟ فندق؟ فندق إيه؟ طيب طيب طيب. خليك مطرحك. أوعى تتنقل. مع السلامة. هما فين؟ فندق النيل يا باشا مع شريف. يعني قاعدين في الكافيتيريا؟ لا يا باشا. ولا قاعدين فين؟ قاعدين في اوضه يا باشا. اوضه؟ اعملوا ايه في الاوضه؟ خليهم مكانهم ما يتحركوش. يلا بينا على هناك. اتفضل يا باشا. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه؟ بتعمل ايه هنا يا شيخ حسن؟ بتدي درس الدين ولا معتكف في شقه مفروشه؟ انزلي انت دلوقتي وانا هحصلك وافهمك على كل حاجه. طب مش تقولي اتفضلي؟ مش اكرام الضيف واجب برضو ولا ايه؟ انا مش ضيفه، ده انا مراتك. اوعى ما تهدي شويه ووطي صوتك. ليه؟ وطي صوتي ليه؟ خايف من ايه؟ احنا اتفقنا ان الجواز ده يفضل سر، وانت كده هتخلي الجيران تعرف. جيران؟ انا هخلي الدنيا كلها تسمع، انا هفضحك في كل حته. يا خوخة استهدي بالله ويلا ننزل وانا هحكي لك على كل اللي انت عايزاه. لا ننزل فين؟ انا عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله. اصلي عايزه فتوى النبي يا شيخ حسن. هو ايه بقى حكم الدين في عقاب الشيخ الزاني؟ تصدق ان انا مش هرد عليكي، لان الكلام ده ما يتردش عليه اصلا. الظاهر ان انت اتجننتي. تصدق ان انت خساره حتى تف في وشك. فين الجربوعه بتاعتك؟ فين الجربوعه الزباله بتاعتك؟ هي فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالي صوتك كده ليه؟ انت مش عارفه ان البيت ده ليه اصوله؟ اصول؟ اصول يا عره يا زباله يا الماما. قلت لك ما تهدي بقى يا خوخه وانا هفهمك على كل حاجه. فهمني ايه؟ ما فهمت خلاص. فهمت هي ضربك تحجيبه وقاعده على المكتب وانت ضرب السبحه والدقن وكذب في كذب في كذب. احترمي نفسك وشوفي انت بتكلمي مين. انا مش راضيه ارد عليك عشان حسنتي واقف. حسنتي؟ ما اسمك حسنتي؟ يا عره الرجاله. اسكتي انت يا بيان، وانت بقى انا هفهمك على كل حاجه واحنا مروحين. ايه؟ روح يا حبيبي واحنا لسه قعدنا مع بعض زي كل مره. كل مره؟ انت بتاخدني بقالك قد ايه يا حسن؟ بيان قلت لك بطلي استفزاز بقى. الله، ليه يا حسن؟ ليه يا حسن انا قصرت معاك في ايه؟ دي يا حسن؟ ليه؟ ده انا حبيتك واديتك كل حاجه. كل حاجه يا حسن؟ اديتك كل حاجه؟ يا جماعة بس كده عيب ما يصحش. يصحش؟ وهو ده اللي صح؟ هو ده اللي صح يا شيخ بتاع ربنا اللي ما بتعرفش ربنا؟ بت اطلعي بره بسرعة بدل ما اعرفك مقامك ورجعك لأصلك الواطي. واطي؟ واطي يا بنت الواطية؟ والنبي أوريكي. تعالي هنا يلا. يا نهار اسود، انت قتلتيها يا دنيا. ليه بتعمل؟ صوتك ليه؟ واطي صوتي ليه؟ خايف من ايه؟ احنا اتفقنا ان الجواز ده يفضل سر، وانت كده هتخلي الجيران تعرف. جيران؟ انا هخلي الدنيا كلها تسمع، انا هفضحك في كل حته. يا خوخه استهدي بالله ويلا ننزل وانا هحكي لك على كل اللي انت عايزاه. لا ننزل فين؟ انا عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله. اصلي عايزه فتوى النبي يا شيخ حسن. هو ايه بقى حكم الدين في عقاب الشيخ الزاني؟ تصدق ان انا مش هرد عليكي، لان الكلام ده ما يتردش عليه اصلا. الظاهر ان انت اتجننتي. تصدق ان انت خساره حتى تف في وشك. فين الجربوعه بتاعتك؟ فين الجربوعه الزباله بتاعتك؟ هي فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعلي صوتك كده ليه؟ انت مش عارفه ان البيت ده ليه اصوله؟ اصول؟ اصول يا عره يا زباله يا الماما. قلت لك ما تهدي بقى يا خوخه وانا هفهمك على كل حاجه. فهمني ايه؟ ما فهمت خلاص. فهمت هي ضربك تحجيبه وقاعده على المكتب وانت ضرب السبحه والدقن وكذب في كذب في كذب. احترمي نفسك وشوفي انت بتكلمي مين. انا مش راضيه ارد عليك عشان حسنتي واقف. حسنتي؟ ما اسمك حسنتي؟ يا عرة الرجالة. اسكتي انت يا بيان، وانت بقى انا هفهمك على كل حاجة واحنا مروحين. ايه؟ روح يا حبيبي واحنا لسه قعدنا مع بعض زي كل مرة. كل مرة؟ انت بتاخدني بقالك قد ايه يا حسن؟ بيان قلت لك بطلي استفزاز بقى. الله، ليه يا حسن؟ ليه يا حسن انا قصرت معاك في ايه؟ دي يا حسن؟ ليه؟
ده انا حبيتك واديتك كل حاجه كل حاجه يا حسن، اديتك كل حاجه كل حاجه يا جماعه. بس كده عيب ما يصحش. وهو ده اللي صح؟ هو ده اللي صح يا شيخ بتاع ربنا اللي ما تعرفش ربنا؟ مات اطلعي بره بسرعه بدل ما اعرفك مقامك ورجعك لاصلك الواطي. واطي واطي يا بنت الواطيه، والنبي يوريكي. تعالي هنا يلا. انت قتلتيها. ومالك عليا يا حلفان؟ مش في عيد صغير 3 ايام وعيد كبير 4 ايام؟ اه قولهم كلهم. انت مقامك عندي كبيره قوي يا عيد 9 ايام. اه والنعمه، واني بالعربي كده ليه مزاج اسميك اسم جديد كده وحلو يليق بمقامك؟ اسميك ايه؟ عيد الركاب مش حلو، اسميك عيد حركات. اصل انت من يومك كده خلي بالك شقي كده وبتحب التنطيط زي افلام بروسلي. تشكر يا عم توه. خلينا بس في المهم، عايز زي المره اللي فاتت. الله جرايا برنس، ده بان عليه الصنف عجبك قوي وعايز تعلى. عجبني ايه بس يا عم؟ وفي حد يعجبه الزفت ده؟ انا بقول لك بجيبه لجوز اختي وبياخده كمسكن. الله طب وايه يعني؟ ايه المشكله برضه يعني؟ ما كله بيقول كده زيك وبعد كده كل شيء بيبان. ما تظبط يا تخون، هو انا اخاف منك؟ ما هو لو ليا كنت قلت لك. الله الله جرايا يا عم، هو انت بقى بتستعار من الكيف والطاعات ولا ايه؟ ده شرف لاي حد بينوله لصاحب الكيف العالي. ماشي يا فيلسوف البودره. دي زي مثلا سيد المعلمين يعني. ها المهم، خلينا في المهم، انت عايز بكام؟ تعجبني، عايز المره اللي فاتت بالظبط والباكوين اهو. لا بس خلي بالك يا ابو العياد، الصنف زاد 1000 جنيه. ليه؟ غلي في 4 ايام 1000 جنيه؟ الله وانت فاكر يعني عليه دعم؟ ما الحكومه اللي عملت فينا كده وقفلت كل الدواليب اللي بنجيب لك منا. الله، ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجه. ماشي ادخل وادي باكو كمان اهو وانجزني. احلى واجب لاحلى عيد حركات، هات البضاعه. اتفضل يا معلم. كل عزبة مكانه. يا محدش حاضر. مبوض عليهم. الله يخرب بيتك يا شيخ، ده انت طلعت عيد شؤم. يلا انت لسه هترغي؟ خدوه. انا بريء والله العظيم يا باشا. والله العظيم بريء يا باشا. خش. ادي شوية. الغايب حجته معاه، انا عماله اتصل بيه بس محدش بيرد عليا، مش عارفه اوصل له. بس يعني الشيخ حسن بالذات مواعيده مظبوطه، فاذا هو ما اتصلش واعتذر اذا ان شاء الله بحول الله وقوته جاي جاي ان شاء الله. يا موسى ان شاء الله. الحقوا يا جماعه شوفوا اللي حصل. ايه في ايه خير؟ قبض على الشيخ حسن في شقه مشبوهه بعمل ايه؟ يا لهوي. القبض على الشيخ حسن الامير في شقه مشبوهه مع سكرتيراته الحسناء بيان محمود عبد اللطيف من قبل زوجته خلود شوقي زينهم. هذا وقد اكد شهود عيان الذين راوا الحادث ومن بينهم جار المجني عليها سامي عوض ان خلود زوجة الشيخ حسن همت بمهاجمة المدعوة بيان وكانت تريد قتلها واحدثت بها جرح خطير بالراس، نقلت على اثره الى المستشفى في حاله حرجه وجار التحقيق. انا مش مصدقه ان الشيخ حسن يعمل كده. اكيد الكلام ده كله كده. كدب ايه؟ ما الكلام قدامي والصوره اهي. ما تقولي حاجه يا شيخه تقع. هقول ايه؟ هقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. قلتوا بينا يا رب. بس يا جماعه انا عايزه اقول لكم الشيخ حسن بريء. الشيخ حسن متزوج بيان على سنه الله ورسوله، بس هو كان مخبي يعني. طب ويا خلود بتعمل فيها ليه كده؟ ما هو الشيخ حسن برضو كان متزوج من خلود، بس برضو ما كانش قايل، وخلود ما تعرفش ان هو متجوز بيان. غير الدولار بقى. قلتوا بيه يا رب، قلتوا بيه وبينا يا رب. ربنا يستر، ربنا يستر عليك يا شيخ حسن. فين المدير الامن بتاع الاوتيل ده؟
خير يا فندم؟ عندها معلومات الحرم الاستاذ ده هنا في الفندق مع عشاءها، مطلوب القبض عليهم. اكيد في حاجه غلط حضرتك. حاجه غلط؟ ده انتوا اللي ناس غلط، وانت بالذات راجل غلط. يا فندم حضرتك ايه، دوّت صوتك وانا تحت امرك عشان سمعه المكان بعد اذنك. والمكان ده لو محترم كان يسمح باللي بيحصل ده؟ يا فندم احنا في مكان محترم، وحضرتك عارف ان ممنوع اي اتنين مش متجوزين ينزلوا في غرفه لوحدين. بس مسموح كل اتنين يقعدوا كل واحد في اوضه وحد فيهم يتسحب يروح للتاني، مش كده؟ وده اللي بيحصل على طول. خلص، انتوا هتعملوا عليا شرف ولا ايه؟ ايه ده حضرتك، ايه ده يا جماعه، وانا تحت امركم، انا هساعدكم في اللي انتوا عايزينه. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك تطلع معايا انت والراجل اللي وراك ده دلوقتي عشان نمسكهم متلبسين وتبقى شاهد، والا اقسم بالله العظيم اولع لكم في المكان ده بكل اللي فيه. انا تحت امرك، ايه ده بس حضرتك، وهعمل لك اللي انت عايزه. ممكن حضرتك تديني الاسم بالكامل وانا هجيب لك رقم الغرفه من الريسبشن وهطلع معاكم حالا. احنا عارفين رقم الغرفه، اتفضل معايا. اتفضل يا فندم، تحت امرك، اتفضل. تعالى معايا. ادينا اتجوزنا يا ستي، بقيت مراتي اهو. مبسوطه وهطير من الفرحه. انا اصلا مش عارف كنت عايش من غيرك ازاي. ربنا يخليك ليا، انا اللي مش عارفه حياتي من غيرك كانت هتبقى عامله ازاي. بس في مشكله واحده. مش عارف هنعمل ايه مع باباك. يا حبيبي هم خلاص زمانهم عرفوا وكده، اتحطوا قدام الامر الواقع يعني كده خلاص، هم اللي اجبروني اعمل كده. اعمل لهم ايه يعني؟ ما انت جيت لهم من الباب وهم اللي رفضوا. يشربوا بقى. بس لا تحبيني للدرجه دي؟ بموت فيك، بس البعيد شكله ما بيحسش. نعم دي كنت هقطع لك لسانك اللي قد كده ده. تقطع مين يا عم؟ ده انا اختفك. اختفك؟ بقيت يا خاطر. بقول لك ايه؟ انا كلمت سمسار في القاهره عشان يبيع لنا الشقه بتاعت الهرم، نروح نعيش في شقه ماما الله يرحمها. يعني انا شايف كده اوفر لنا. الله يرحمها. بس ليه يا حبيبي ننقل هناك؟ يعني ليه؟ يعني انا طلبت نقلي لهنا خلاص، والمدير وافق، قال لي مفيش مشكله انك تتنقلي فرع اسكندريه وكده هيبقى تمام، انت تشتغل في الفندق وانا في الفرع الجديد. مبدئيا يعني هي فكره زي الفل، بس انا بصراحه كده مش عايز اشتغل في موضوع امن الفندق ده تاني. يا حبيبي هي شغل مؤقت لغايه ما تلاقي شغل تاني. انا هقول لك على فكره. اتفضل. احنا نبيع الحاجات اللي عندنا في القاهره تمام، وبالفلوس دي نعمل مشروع يعني. بص هو تمام يعني، انا ما عنديش اي مشكله في ده، بس وبعدين مشروع ايه اللي هتعمله؟ لا من الحته دي بقى طمني، انت طبعا عارفه ان انا بموت في السمك. طب وبفهم فيه كويس. هنفتح مطعم سمك. جاي تبيع الميه في حاره السقايين. يا سلام. والله اقول لك انا هعمل ايه بقى. اتفضل. حوض سمك في وسط المطعم. يا سلام. جوه سمك صحي، اللي عايز يختار حاجه هيختارها على الشوايه بقى وعلى اللي هو عايزه. امال ايه؟ بعدين الاجانب بيحبوا الموضوع ده جدا على فكره. الله عليك، الله عليك، هو ده هني اللي انا بموت فيه، دماغك تتقل بالذهب. ما تجيب بوسه. نعم. الله، مش بقيت المدام خلاص؟ ايوه سعيد، انا الدبله ما انا عايز اقلع الدبله دي. لا من عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا انتوا الاثنين؟ ايه ده؟ احنا فاتير محترم. كده يا توحة؟ أنا؟ تعملي معايا أنا كده يا توحة؟ إيه؟ كنت فاكرة إني مش هخرج من السجن؟ أوعي تنسي نفسك يا توحة، أنا أبو كوامل اللي خدتك بيت فلاحة جربوعة ما تسويش بصلة، وعملت منك بني آدمة، تعملي معايا أنا كده؟ اثبت، اثبت حالة تلبس، وأنت ارفعلي قضية زين عن الهانم. حاضر يا باشا. زينة؟ أبو كامل بيه، تسمح لي بحاجة صغيرة؟ أوي صغيرة جدا. فو تستاهل، تستاهل أكتر من كده كمان يا توحة. بتبيعيني أنا بجلالة قدري عشان ده؟ أنا معايا تاريخه، السي في بتاعه معايا، مش أنت هات اللي كنت زبون دائم في شرم الشيخ بتصطاد العواجيز الأجانب وتاخد فلوسهم بدولار واتنين دولار؟ يا انا تفرق ايه عن توحه عن غيرها من اللي انا كنت بشغلهم؟ انا اللي كنت بعمل الحاجات دي تتعمل فيا انا يا جربوعه؟ اقسم بالله ما هسيبك يا توحه. خدهم يا باشا. يلا تعالوا معايا. مين دول؟ مين دول؟ واتس رونج؟ فهميني. رونج ده انت الرونج راكبك من ساسك لراسك. اوكي اوكي اتفضلي. يلا يا اختي اتفضلي يا هانم. سيبها يا اخويا العسكري وهات جزمتها. خدها يا ابني. يلا اوعى انت رخر، اوعى. يلا كل ورايا. لازم كنت سكران. طينه
فضلت حضرتك تسيني الشمبانيا وترقصني مامبو وطنطا. شكرا يا بنتي. شكرا يا حبيبتي. نانا نانا رقاصه 100 مره بقول لك ما تقولهاش يا بنتي. ما تقولها ايه يا خالتي؟ ما تقولش حاجه خالص. اشرب وانت ساكت هتفضحنا. ضحك يا سلام يا اختي. وانت لما تفتري عليها وكل شويه تضربيها كده يبقى حلال وصح، وانا لما اكبر بخاطرها بكلمه واشكرها كده بقى هفضحكوا. عجبت لك يا زمن. بقول لك ايه؟ اقعد انت اخويا كده دلع فيها لحد بتتعود علينا. الله يرحم يا اختي الله يرحم. لا 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 جرسون في كباريه اسمه الو. تمام كده بيقول ايوه استاذ فريد ان الساعه مين معايا منه امبارح في الكباريه موجود واحد ايه ده دليل على انه ما صوتك يالا في ايه اسم اسم ايه ام صوتك السوداء بتقول ايه يا ابن الكلب ايه اللي مودك هناك وزه قطعت وزه وسنين وزه واللي خلفه وزه لا يا حبيبي احنا جايين لك على طول جايين لك يا ابني على طول ايه يا وليه في ايه واسم ايه يا ابني هيروح مني مسكوا معاه بقدره مسكوا معاه بقدره يا بسبت السودة يا بسبت السودة بطرة ايه واد يا عيد يا واد ما تخافش انا مش هسيبك وان شاء الله بعون الله هاخدك فيديو وانا مروحه انت بالذات تسكتي كله من تحت راسك انت كده بردك يا عيد الله يسامحك يا اخويا انا كلمت لك اكبر محامي في البلد وزي ما بقول لك ما تخافش طب لما نشوف اخرتها يا وزه يا واد ما تخافش انا مستنى اهو يا واد ما تخافش بقول لك وان شاء الله هتطلع براءه لو براءه ماشي انما لو غير كده ما وعدتكيش يلا يا متهم ما تزوقش يا عم خلي بالك منه توها يا نهار اسود ومنايل يا بنت انت بتعمل ايه هنا ابو كامل ابن الكلب ماله عمل فيكي ايه شوفي لي محامي يا وزه ما انا يا اختي مكلمه محامي جاي دلوقتي محامي ليه وانت بتعملي ايه هنا اسكتي يا اختي الواد عيد اتقفش بمخدرات يا دي المصيبه علينا اتفضحنا اتفضحنا وانت يا اختي اللي جابك هنا مسكتي ادب يا بت ولا ايه لمي نفسك انت رخرا ناقصاكي ادب ايه انت بتعمل ايه يا منيل نازل الكاميرا دي ممكن اعرف الناس دي بتعمل ايه في الاسم وانت مالك بعمل ايه في الاسم والاستاذه تقرب لحضرتك ايه انت ايش دخلك ولا ايش عشرك انت يلا اتكل على الله مش تمنعيني من التصوير وانا هكتب خبر القبض على اخت الفنانه زوزو في قضيه الدعاره يا لهوي يا دي الفضيحه اتفضحت اتفضحت يا زوزو اتفضحت انا مش عارف اعمل ايه مش غور من هنا انا مش عارف اعمل ايه يا دي النيله طيب يا عيني عرفنا ان المخدرات مش بتاعتك ولا كانت ليك امال بتاعت مين اقسم بالله يا باشا كل اللي بقوله سعادتك صحيح الحاجات دي مش بتاعتي ولا تلزمني امال ازاي لقوها معاك وفجأة كده لقيت نفسك في وقت المخدرات؟ لو مش مصدقنا يا فندم ممكن حضرتك تحللولي وانت اقسم بالله ما هتلاقوا الصنف ده خالص طب احنا عارفين دلوقتي ان انت ما بتتعطاش تعرف تهمتك ايه؟ الجار في المخدرات وعارف دي بتوصل لايه يا حبيبي؟ مؤبد او اعدام؟ اعدام يا باشا اقسم بالله بريء ورب العزة بريء يا باشا اقسم بالله بريء مش عاوز تعترف؟ اكتب يا ابني استنى يا باشا قبل ما تكتب اي كلام استنى يا حسين عاوز تقول ايه يا عيد؟ انا عايز اقول حاجة اهلا ازيك يا مدام ازيك يا عم الدكر يا عسكري خد المتهم ده واستناني بره معايا يا فندم ما تقلقش يا باشا على بال ما تاخد قهوتك مع المدام هروقهولك عن اذنك اتفضل بقى انا تخونيني يا واطية انت عارف انت محبوس بقالك قد ايه وانا محدش لمس مني شعرة وبدل ما تشكرني ان انا بدور لك فلوسك وواخدة بالي من شغلك جاي تقولي الكلام ده يا صلاة النبي تعملي معي شغل وتضيعي شرف انا قلتلك كانت قاعدة شغل اه والشغل ده بقى ما ينفعش غير مع راجل غريب في اوضته في الفندق صح وايه يعني ما انت شايفني اهو ما انا نازله من الاوتيل بهدومي اه ولاد لذين بيتبلوا عليكي حد ضربك على ايدك ووداكي عند الراجل في الاوتيل في اوضته غصب عنك عشان تعملوا شغل شغل ايه يا اما اللي يتعمل مع راجل غريب في الاوتيل ما اعرفش شوف بقى انت اللي مرتبها لي ولا هما طب دي ومدبرين عليك طب والصرمحه طول الشهور اللي فاتت دي مع الواد ده تقولي عليه ايه الله ده انت مراقبني بقى اه كنت خير الصراحه مراقبك بس انا اسف على جريمه اني راقبتك بس انت بقى
مش اسفه على جريمه انك تخونيني. ما خنتكش يا ابو كوامل، وما تعمليش فيها شريف قوي. ولو انت حقيقي مراقبني يبقى كان لازم تعرف ان انا مفيش حاجه بيني وبين الواد ده، وان كنت بقى شريف طلقني. اه استاذ انا هطلقك وهرفع عليك قضيه زنا، ومش بس كده انا هرجعك تاني يا ماما تخدمي في البيوت زي زمان. ما تقدرش، لان انت كلب فلوس وفلوسك كلها مكتوبه باسمي. ما تقدرش يا سمسار يا بتاع الشمسيه. واطيه، اقسم بجلال الله واطيه، والوطيانه مش غريبه عليك. يعني افهم من كلامك ده ان انت دلوقتي بتهدديني ان انا لو فضحتك ورفعت عليك قضيه زنا مش هطلب ولا مليم من فلوسي، صح؟ ايوه يا ابو كوامل، واعلى مفخلك اركبه. خد التقيله، مجهز لك حته دي مفاجاه. حسن كاين الكذاب الواطي. انتي متهمه بمحاوله قتل السيده بيان محمود عبد اللطيف. ما كنتش بس هقتلها، انا كنت عايزه اشرب من دمها. يعني انتي معترفه على نفسي؟ ولو طولت اقتله هقتله، حرق قلبي الخاين، وعامل فيها بتاع ربنا وعامل فيها شيخ هو ولا حاجه. بس هو قال لي في التحقيقات ان هي مراته. مراته؟ ايوه، وعندي صوره قسيمه الجواز مثبته في المحضر. قسيمه الجواز؟ يعني هو ما كانش بيخوني، دي طلعت مراته. والله العظيم ما كنت اعرف، انا كنت عايزه اقطعهم بستاني لما شفتهم مع بعض. ليه؟ يعمل فيا كده ليه؟ اديته كل حاجه، اديته اقراص وفلوس وحضنه وكل حاجه. يعني انت معترفه بمحاوله قتل السيده بيان محمود عبد اللطيف؟ يا بيه كده بيغدعني، بيضحك عليا، كان مفهمني انها سكرتيرته. اكتب يا ابني، وقد اقرت المتهمه بمحاوله قتل المجنى عليها، وهذا وقد قررنا نحن وكيل النائب العام حبس المتهمه 4 أيام على ذمه التحقيقات، ويراعى التجديد في ميعاده. وعليه فقد أمرنا نحن حسن فكري رئيس النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. حبس يا باشا، أقسم بالله بريء ورب العزة بريء. العين أوزع يا واد. اسكت يا واد، ما تخافش. معلش يا باشا، أنا جايبة له محامي، ممكن تسمعه الأول؟ يا ريس أنا أسامة أبو بكر المحامي، حاضر عن المتهم. ما تخافش يا واد، اثبت. أنا مش هسكت، مش هبيتك ليلة واحدة في الحجز. طب ممكن يدوه عشان أقفل التحقيق؟ كما أمرنا باستدعاء المدعو فارس نبيل للمسؤول أمامنا وسؤاله فيما هو منسوب إليه. يا نهار أسود ومنيف، يا نهار أسود يا واد. بلغت عن فارس؟ بلغت عن جوزي؟ يعني كنت عايزان أعمل إيه يعني؟ ما أنا لقيت نفسي رايح في حديد، قلت أقول الحقيقة. حسبي الله ونعم الوكيل، منك لله، منك لله خربت بيتي. خايف على جوزك ومش خايف على اخوك المظلوم اللي ممكن يلبس تأبيده او اعدام، وانت عارفه اني ماليش ذنب واني كنت مجرد مرسل. اسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك. منك لله، منك لله. انا اللي مني لله؟ ده انت اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. وانا حد ضيعني يا وزة غير ماشي وراكي؟ بتدعي عليا يا عيد؟ بتدعي عليا يا واد يا حمار؟ ده انا اللي انتشلتكم من الجوع والفقر، ريحتكم كانت معفنه، لبستكم احسن لبس واكلتكم لقمه نظيفه، والله ما يتمر فيكم. صدقي صعبت عليا، انت عملت كل ده علشان نفسك، علشان خاطر تبقي النجمه زوزو، حتى ابنك رميتيه وسبتيه، ودلوقتي عايزه ترمي اخوك علشان خاطر جوزك البودراجي. مدام زوزو، ممكن من فضلك ناجل الحاجات العائليه دي وتحلوها في البيت؟ اتفضل يا باشا، اتفضل. خدوا يا عسكري. اقسم بالله بريء يا باشا ورب العزة بريء يا باشا. الحقينا وزة. اتفضلوا. سيادتك ممكن اطلع على اوراق القضيه؟ ممكن تقدم طلب لسكرتارية النيابه. يلا يا ست زوزة. استغفر الله العظيم. شوفي بقى التنازلات اللي انت ماضيها دي. ما كنتش اعرف انك واطي للدرجه دي. ده انا افضل من كده كمان، انا كنت بحمي نفسي. وبعدين بدل ما تقولي واطي، بص انت جاية منين وفي ايه، وانت تعرفي الوطيانة اللي بجد بقى. يعني ايه؟ يعني هتلبسي قضية زنا
وكل املاكي هتترد لي من تاني. اصحى بت، ده انا ابو الكوامل، يعني كل حاجه كامله ومتهندسه. هو انت اتجوزتني ليه يا ابو الكوامل؟ عشان توقعني في الحفره دي؟ لا الصراحه انا اتجوزتك نوع من انواع الحيطه والحصر. كنت بتدارى فيكي من المدعي الاشتراكي، اصل انا كنت حاسس كده انهم بيخططوا لي حاجه. مين اللي بيخطط لك؟ الناس اللي باصين للنعمه اللي في ايدي. هو انت ما تعرفيش ان اكتر رياضه شعبيه في مصر الحقد والحسد؟ وان صنعت ربنا بقى، انت كنت بالنسبه لي مفتاح الأمم. مفتاح ايه؟ مفتاح الأمم اللي انا كنت مستخبي فيه انا والمارد. بس انت بقى اخليتي بالاتفاق وخنتيني، فطلعت المارد اللي كان جوايا. دلوقتي بقى حلوه هتتنازلي عن كل حاجه. انت خدت مني كل حاجه، انت عايز ايه تاني؟ عايز اللي عيلتك، عايز حاجتك انت بقى. لازم الاول ارجعك على حياتي. ده حاجتي؟ عايز تاخد تعبي وشقايا في الدنيا دي على جثتي تاخد مليم؟ هلبسك قضية زنا. بصي بقى، تعالى نعمل اتفاق، يا اما تتنازلي عن كل حاجة يا اما هلبسك قضية زنا. قلتي ايه؟ انا عمري ما شفت حد اوسخ من كده. لا والله في اوسخ. ولعلمك بقى معلومة انت متعرفهاش، انا رداحة وبعرف افرش الملاية اكتر منك. مش هنولك اللي في بالك يا ابو الكوامل يا ناقص. وحياتك، وحياتك يا بنت هتوحى، زي ما خليتك تعملي اللي انا عايزه زمان هخليك تعملي اللي انا عايزه دلوقتي، وهتشوف هتوحى. يا اهلا وسهلا يا فندم، نورتيني. خير؟ خير ان شاء الله. انا عرفت ان حضرتك المحامي بتاع الكابتن فارس في قضيه المخدرات. فعلا انا وزميلي في المكتب ماسكين القضيه. عندك قضيه شبهها؟ اعوذ بالله، وانا شكلي كده ولا ايه؟ انا بس كل الحكايه ان انا عندي معلومات. شويه معلومات مهمه تخص مرات الكابتن واخوها. المعلومات دي هتفيدك قوي. وانت ايش عرفك بمرات الكابتن فارس؟ وبعدين هتستفيدي ايه من الكلام ده كله؟ ممكن اعرف؟ ممكن ادخل؟ اتفضل. ميرسي. انا بس كل الحكايه انها من امور الكابتن. ومراته اللي عامله لنا فيها فنانه للاسف كانت جارتي، بس زمان قوي، وتقدر تقول كده ان انا اعرف كل تاريخها الاسود. انا زي كل الناس قريت القضيه في الصحافه طبعا، بس انا بقى عندي معلومات بتقول ان هي ورطته في القضيه. بصراحه انا لقيتها كلمه حق ما اقدرش اكتمها، وانا كلمه الحق لو كتمتها ازور اموت. يرضيك؟ والله لسه الدنيا بخير ما دام فيها ناس بتساعد الناس زي كده. قولي كل اللي عندك وانا سامعك. انا هوتي مظبوط. بدور كويس انك جيتي عشان اشوفك قبل ما اموت. انت مش هتموتي ابدا يا سرور، لسه جايه من عند الدكاتره بطمنوني وقالوا ان الاصابه بتاعتك مش خطيره ابدا. انا مت من زمان قوي، مت من زمان يا بدور، بس انت ما كنتيش واخده بالك. ادي اخرتها يا سرور، تقدري تقولي لي استفدت ايه؟ امك ماتت بحسرتها عليك، والعيله والكل قالوا ماتت عشان يداروا على فضايحك، واديك واحد السجن لوحدك، لا عيل ولا راجل. انا عارفه يا بدور، عارفه اني غلطت زمان لما سبت البيت وهربت. انا كنت عايزه ارجع بس خفت من ابوكي. وليه كنت تهربي اصلا؟ عشان عيل ندم سابك وسافر. اهو اللي حصل بقى يا بدور. ربنا يغفر لك، ربنا يغفر لك يا حبيبتي. ايه ده؟ ربنا يغفر لك ويسامحك. بدعي له، بدعي له يا بدور، بدعي له انه يسامحني ويغفر لي. وانت كمان ادعي لي، انا عارفه ان بينك وبين ربنا اعمار. ادعي لي يا بدور،
عشان احس ان في حد من قرايبي سامحني وبيدعي لي من قلبه بدل امي وابويا اللي ماتوا غضبانين عليا. ربنا يسامحنا كلنا، ربنا يسامحنا كلنا، ربنا يسامحنا كلنا، ربنا يسامحك ويغفر لك، ربنا يسامحك يا رب، يا رب سامحك يا رب. ما اقولك في التهم منسوبه اليك من مدى عيد موسى القرف بتاعه. موكلي يا فندم بينفي كل التهم الموجهه اليه. بس عيد مصر على اقواله لدرجه ان عاوزنا نحلل له دمه علشان نثبت اذا كان بيتعاطى مخدرات ولا لا. يا فندم حضرتك مستني ايه من ولد تاجر مخدرات؟ وبعدين عرض عليا يا فندم ان هو يديني بودره اكتر من مره، بس انا رفضت. ولولا ان اخته مراتي والله العظيم انا كنت جيت بلغت عنه، اعمل ايه بس؟ طب وايه اللي خليه يتهمك اتهام زي ده؟ هو كان في عداوه بينك وبينه قبل كده؟ لا بصراحه يا فندم هو ما فيش مشاكل بيني وبينه، انما في مشكله كده بيني وبين مراتي اللي هي اخته يا فندم. زي ما تقول سعادتك كده انا اكتشفت ان هي رد زكون يا فندم. للاسف عايزه تدمر مستقبلي الكروي، وطالعه بقى في الاخر هتعمل فيها الضحيه وانا طبعا عشان كشفتها قدام الناس كلها، لا لازم تدمر مستقبلي وتخلي انا اللي رد زكون يا فندم. سعادتك ممكن تطلع على الاوراق؟ اتفضل يا متر وريد. اثبت لي الورد عندك. طبعا سعادتك ما هي حابه تفضحني الفضيحه دي عشان عقلها المريض خلاها توز اخوها ويجي يتبلى عليا بتهمه المخدرات دي. انا هشرب مخدرات؟ طب ازاي يا فندم؟ ده انا يعني الجماهير الحمد لله بتحبني وسمعتي معروفه برضو. تقوم هي يا فندم تعمل كل ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا فندم اتقي الشر من احسنت اليه فعلا. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. ده انا يا فندم ما كنتش عايز اطلقها في اول الجواز اول ما عرفت المصيبه دي. شوف هي بقى يا فندم بتعمل ايه؟ كل ده انا خايف من الاعلام يا فندم. حضرتك عارف بقى الشهات اللي هتحصل والبرامج ما بيصدقوا يمسكوا في اي حاجه يا مترو. والله هنعمل ايه بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. كده الصوره اختمت قدامي. تعبناك معانا يا كابتن فارس، وانت كده كده راجل تعبان. يا فندم انا تحت امركم في اي وقت، عادي يا فندم مفيش مشكله خالص. حسن جاي عايز ايه تاني؟ بعد اذنك سيبنا لوحدنا، انا مستاذن من المأمور. وامرك يا شيخ. اقعدي بلاش عند من اولها، انا جاي هنا عشان مصلحتك. مصلحتي؟ انا تتجوز عليا يا حسن؟ ومين قال لك ان انا اتجوزت عليكي؟ امال البيان اللي انا قفشتك معاها دي ايه؟ بيان دي تبقى الزوجه الاولى. كنت متجوز بيان قبل ما تتجوزني؟ ايوه انا وبيان كنا متجوزين قبل ما تظهري تاني في حياتي. بس مش هو ده المهم، انا جاي هنا عشان اخرجك من المصيبه اللي انت فيها. تجوزتني ليه؟ بقول لك انا جاي عشان اخرجك من السجن. مش عايزة حاجة، عايزة أعرف اتجوزتني ليه. طيب يعني لو أنا قلت لك إن أنا لسه بحبك هتصدقيني؟ أكيد مش هتصدقي، يبقى لازمتها إيه الإجابة؟ أنا عايزة أعرف الحقيقة. على أساس إن أنت مش عارفاها. لا عارفة، اتجوزتني عشان فلوس صح؟ بيان دلوقتي بين الحياة والموت. زعلان عليها؟ طبعا، مش هي مراتي زيك وبحبها زيك؟ عشان كده أنا جاي لك هنا. أنا مش هبقى مبسوط لما تخش السجن. أنا ما بعرفش انتقم. عشان كده أنا جاي لك عشان أخرجك من المصيبة اللي أنت فيها. وأقنع أهل بيان إن هم يتنازلوا عن المحضر. وجاي لي أنا ليه؟ يعني إيه السبب بقى اللي يخليهم يتنازلوا عن المحضر؟ آه. عايزين كام؟ الدية 5 مليون جنيه. إيه؟ اتجننت. بيان لو حصل لها حاجه اقل حكم هتاخديه مؤبد. ايه مستكتره 5 مليون جنيه قصاد 25 سنه سجن؟ ممكن تبقى اعدام لو انا شهدت ان انت متعمده تقتليها. تشهد ان انا ابقى متعمده اقتلها؟ تشهد زوري يا شيخ حسن؟ الشيخ حسن الامير، الشيخ حسن الامير، الشيخ حسن الامير. تلاقيك هتاخد نصهم او هتاخدهم كلهم صح يا شيخنا؟ يا دنيا اللي بتعمل. حسن جاي عايز ايه تاني؟ بعد اذنك سيبنا لوحدنا، انا مستاذن من المأمور. وامرك يا شيخ. اقعدي بلاش عند من اولها، انا جاي هنا عشان مصلحتك. مصلحتي؟ انا تتجوز عليا يا حسن؟ ومين قال لك ان انا اتجوزت عليكي؟ امال البيان اللي انا قفشتك معاها دي ايه؟ بيان دي تبقى الزوجه الاولى. متجوز بيان قبل ما تتجوزني؟ ايوه انا وبيان كنا متجوزين قبل ما تظهري تاني في حياتي. بس مش هو ده المهم،
أنا جاي هنا عشان أخرجك من المصيبة اللي أنت فيها. تجوزتني ليه؟ بقول لك أنا جاي عشان أخرجك من السجن. مش عايزة حاجة. عايزة أعرف اتجوزتني ليه؟ طيب. يعني لو أنا قلت لك إن أنا لسه بحبك هتصدقيني؟ أكيد مش هتصدقي. يبقى لازمتها إيه الإجابة؟ أنا عايزة أعرف الحقيقة. على أساس إن أنت مش عارفاها. لا عارفة. جوزتني عشان فلوس صح؟ بيان دلوقتي بين الحياة والموت. زعلان عليها؟ طبعا. مش هي مراتي زيك وبحبها زيك؟ عشان كده أنا جاي لك هنا. أنا مش هبقى مبسوط لما تخش السجن. أنا ما بعرفش انتقم. عشان كده أنا جاي لك عشان أخرجك من المصيبة اللي أنت فيها. وأقنع أهل بيان إن هم يتنازلوا عن المحضر. وجاي لي أنا ليه؟ يعني إيه السبب بقى اللي يخليهم يتنازلوا عن المحضر؟ عايزين كام؟ الدية 5 مليون جنيه. ايه؟ تجننت؟ بيان لو حصل لها حاجة أقل حكم هتاخديه مؤبد. ايه؟ مستكترة 5 مليون جنيه قصاد 25 سنة سجن؟ ممكن تبقى إعدام لو أنا شهدت إن أنت متعمدة تقتليها. تشهد إن أنا أبقى متعمدة أقتلها؟ تشهد زوري يا شيخ حسن؟ الشيخ حسن الأمير. الشيخ حسن الأمير. الشيخ حسن الأمين. تلاقيك هتاخد نصهم أو هتاخدهم كلهم صح يا شيخنا؟ ما انت اللي دمرتي لي مستقبلي. انت عارفة يعني ايه شيخ يتفضح الفضيحة دي؟ يعني أنا خلاص هقعد في بيتنا، ما بقاش في حاجة اسمها الشيخ حسن الأمين، وكل ده بسبب غبائك انت. خلاص دي أقل حاجة ممكن تعوضني عن مستقبلي اللي راح. خلاص ما قلنا موافقة. طيب بكرة هجيب لك التنازل وتكوني كتبت الشيك. ماشي؟ كنتي يقول عليا ان انا مدمن، بس الحمد لله تعمل حسابي من الاول. هو قال كده؟ قال كده. ممكن يكون يا اخويا ضغطوا عليه ولا عذبوه ولا من ضيقته نطق. لا، هو التعذيب اللي بجد ان تفضل على ذمتي واحده من العيله اللي انت منها دي. يعني ايه مش فاهمه يا فارس؟ تطلق بالثلاثه زوزو. يلا يا استاذ، عيله زباله. معلش يا بنتي، معلش. حد قالك يا حبيبتي تتجوزي لعيب كوره؟ هما كده بتوع الكوره. لا لا يا فوزيه، ما تغلطيش في لعيبه الكوره. لعيبه الكوره محترمين، انما ده معفن معفن. انا مش مصدقه انه يطلعني بالسهوله دي بعد ما تعبت معاه وشقيت معاه ووقفت في مرضه. ولا تقهي نفسك يا حبيبتي، ولا تقهي نفسك. بكره جوزك سيد سيده. هجوزك طيار ولا ممثل يعني من اللي معاكي دول. ربنا يخرجك بالسلامة يا عيد يا رب. ربنا يخرجك بالسلامة يا رب. يا رب خرجنا من المحنة اللي احنا فيها دي يا رب. والنبي يا رب. واحد ما بقاش عارف يشيل بلوته ولا يشيل بلوت عيد. ربك يسهلها ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك وحقك عليا. الله يسلمك يا حسن. انا مسامحاك يا حبيبي، بس انا مش سامعها بنت. حاولي تهدي دلوقتي، انت الانفعال غلط عليكي. انا كنت هموت يا حسن. انا مش هسيبها، انا كنت هموت. عارف يعني ايه كنت هموت؟ الف لا باس عليكي، والحمد لله انت دلوقتي بقيت احسن. انا لازم اسجنها. انا هعمل اللي يرضيكي واكتر. سجنها مش هيفيدك في حاجه ولا هيشفي لك غليلك. انت عايزني اسيب حقي يا حسن؟ لا طبعا. انت عارفه اللي يشفي غليل اي ست في المواقف اللي زي دي ايه؟ ايه؟ انا هطلقها. بجد يا حسن؟ بجد يا حبيبتي. شفت السعاده اللي على وشك دي؟ مش قلت لك انا هرضيكي واشفي لك غليلك؟
يعني انا هبقى مراتك لوحدك مش كده؟ طبعا يا حبيبتي، وانا ليا مين غيري؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبي. بس انا ليا عندك طلب واحد بس. اؤمر يا حسن. انا عايزك تتنازلي عن المحضر ضد ده. ايه يا حسن؟ انت عايز نسيب حق ايه يا حسن؟ يعني كمان خايف عليها بعد ما تطلقها؟ لان ده هيضرني يا حبيبتي، وانت طبعا ما ترضيش ان انا اتضر. بعدين انا هطلقها عشان خاطرك، فاعملي انت حاجه عشان خاطري. بيان، ما تنسيش ان انا شيخ، والشيخ ايه مننا غير سمعته؟ يعني دي قصاد دي، الطلاق قصاد التنازل. بيعجبني ذكائك يا حبيبتي. انا موافقه يا حسن. طيب اتفضلي امضي لي على محضر التنازل. كمان محضره في جيبك؟ تفكرك جايب لي شوكولاتة؟ ماشي حسن. لحقيني يا أمه، لحقيني يا وزة، لبسوني قضية إتجار. يا صفتي يا لحي الكحر، حد يلحقني، أنا رحت في داهية. لحقيني يا وزة. أنت يا وزة ما تخافش يا حبيبي، أنا هفضل واقفة جنبك ما تخافش. أنت اللي عملت كده يا وزة، قعدت تعملي لي البحر طحينة، وما تخافش ومش هسيبك. وادينا أهو منك لله. حقك، أنا رحت في داهية خلاص. حد العقل والذنب. روح مني. بص يا هوي، يا لهوي، بص يا حبا، بص يا حبا، بص يا حبا، بص يا حبا، بص يا حبا. عايزة تكتب ونبي كلمني عمود المسعاد. تليفون داخل بس. تليفون داخل ايه؟ كلمني على روح. يا جماعة والنبي حد يشوف لنا دكتور. بص يا حبا، اديك الله يا شيخ، اديك الله. اجيب له حاجات يا دكتور، اهدي. ربنا ينتقم مني، ربنا ينتقم مني. اهو حبيبي يا حبيبي، يا حبيبي، يا مش عارفه اللي بيحصل لنا ده ليه. ربنا غضبان علينا ولا ايه؟ مش عارفه ومش فاهمه ومش عارفه استوعب. حاسه اني بغرق، بغرق في بير غويطه قوي، محدش بيشدني ولا انا عارفه اطلع منه ولا انا قادره اصدق. مش قادره اصدق ان الراجل اللي حبيته واديته كل حاجه يخوني، وتاريه دلوقتي قاعد في المستشفى تحت رجليها يهون عليها ويبوس ايديها، وانا مرميه هنا في الحجز. ويا ترى هيحصل لي ايه؟ مش عارف. امال انا اعمل ايه يا خوخ؟ انا ضعت خالص، ضعت. تعرفي انا حاسه ان ربنا ساب لي طول السنين اللي فاتت دي، ساب لي الحبل على الاخر لغايه ما لفيت بيه رقبتي وشنقت نفسي وخلاص، كأن مفيش فرصة تاني. بقول لك يا توح، انت لازم تقبلي عرض ابو الكوامل، على الأبو الفلوس، اشتري نفسك يا اختي. اشتري نفسي؟ هو انا كنت بعت نفسي غير عشان الفلوس؟ ده انا ضحيت بكل حاجة عشان اوصل للي وصلت له ده، وفي الاخر بقيت على الحديدة خلاص، ما عدتش اسوى ولا حاجة، وارجع تاني دواخين يا لمونة، أوصل لنقطة الصفر تاني. مين سمعك؟ أنا خسرت كل حاجة، خسرت كل حاجة بسبب الزفت اللي اسمه الحب ده، اللي ضيع حتى كرامتي، حتى شوية الكرامة اللي عندي ضيعته. يا توحة صدقيني الفلوس ولا حاجة. مش الفلوس اللي ولا حاجة، إحنا اللي ولا حاجة، بني آدم هو اللي ولا حاجة، ولا يسوى أي حاجة من غير القرش. بعد كل ده أرجع أسدد الفاتورة الطويلة دي كلها ومفيش أي فرصة تانية؟ خلاص، كأن لحظة الحساب جت ومفيش منها مفر. دوحة ترجع شحاتة وتمد إيدها تاني. أنا بجد مش عارفة أنا عايشة إزاي ولا هعمل إيه، هكمل حياتي إزاي، كل حاجة اتربقت فوق دماغي. استغفر الله العظيم يا رب. ودلوقتي في التخشيب مش ناقصنا غير البيت وزة.
وز هنا في الاسم. ما تستعجليش، ادينا فعلا كلنا بقينا على البرش. بجد؟ مش بقولك دايما متجمعين؟ وهي وزة ايه اللي جابها هنا؟ وزة هنا اخوها عيد ممسوك. بعدين احنا يعني اشمعنى احنا لو مش هندخل السجن؟ ما البت وزة دخلته قبل كده، يعني احنا التلاتة اصحاب هنبقى رد سكون. الله يخيبك، على رأيك هي عيشة ولا اكتر؟ هي الدنيا مالها؟ عاملة كده ليه يا توح؟ تعرفي الدنيا دي ايه يا خوخة؟ الدنيا دي مقلب كبير قوي، مقلب كبير وكلنا بنشرب، صعب حد يعدي منه، وفي نفس الوقت حلم كبير، وفي حاجات حلوة كتير قوي، حاجات حلوة بنجري وراها، بس واحنا بنجري وراها بنقع ونتكعب ونقع في نفس المقلب ده. انتي طنط أشجان؟ اختي؟ حلوة طنط. انا طنط أشجان. انتي مين بقى وعايزة يا حلوة؟ انا عايزة ايه يا شكرا قوي يا دكتور، معلش تعبتك معايا بس الحاله كانت تستدعى، قلت اجيبك بسرعه لحسن ما قدرتش اعمل معاه حاجه وحالته كانت خطيره قوي. المهم الراحه التامه، والدك عنده سكر وضغط ودي حاله خطيره جدا. ربنا يستر. شكرا قوي يا دكتور تعبتك معايا، روحي وصليه. انت رايحه فين بقى ان شاء الله بالشنطه اللي انت شايلاها دي؟ لما افوق ابوكي هنغور من هنا. هتغوروا تروحوا فين بقى ان شاء الله؟ بيتنا القديم قبل ما واحد فينا يروح تاني بسببك. كفايه اخوك الوديه في داهيه والراجل الغلبان اللي راقد بسبب حصرته على ابنه. ومين قالك ان عيد هيروح في داهيه؟ انا هوكل له اكبر محامي في البلد هخرجه من القضيه، وابويا ان شاء الله كلها يوم ولا اتنين ويقوم بالسلامه. يا اختي اصل الناس هيصدقونا احنا وهيكذبوا بسلامته فارس بتاعك ده. لا يا حبيبتي خلاص القضيه بقت واضحه، يا هو يا عيد، وساعتها الناس هتصدق مين؟ اخو الرقاصة ولا لعيب الكورة؟ عليه العوض ومنه العوض. انا خلاص استعوضت ربنا فيكي وفي اخوكي. قريتني يوم ما اتولدت كنت قعدت عليك وبططتك وفطستك بدل ما انت جايبالنا العار وضيعت ابني. انت ايه يا ولية انت؟ جنسك ايه؟ مخلوقة من ايه؟ ايه ما بتحسيش؟ ما بتشوفيش نفسك في المراية؟ انا كل البلاوي اللي حطت على راسي دي انت السبب فيها. لا يا اختي السبب فيها، لا يا عناية، قلتلك يا حبيبتي روحي ارقصي ولا قلتلك روحي اتجوزي لي واحد مدمن؟ لا يا اختي قلتلي روحي اجري ورا القرش. هو انا ليه بعمل كل ده؟ عشان اجيبلك القرش، عشان اسد بقك واسد جوعك واسد ذنك. هو المرض اللي جالي ابويا ده السكر والضغط جاله من ايه؟ من جريك ورا القرش وطمعك. يا حبيبتي، وانا بقى اسم النبي حرص ابنك، كنت هربيه منين؟ ابنك اللي انت رميتيه، انا على الاقل يا اختي ما رميتكمش ربيتكم، الدور الباقي عليك انت اللي رميت ابنك وما كنتيش تعرفي عنه اي حاجه. انا وانت ما نختلفش عن بعض، احنا الاثنين واحد. انت رميتي بنتك وانا رميت ابني. اوعي بقى تعيشي الدور وتصدقي نفسك، انت اللي خلاكي تستحملي ابني وذنبني هو الكام ملطوشه اللي كنت برميهم لك كل اول شهر. ولا نسيتي لما كنت بتنتشي الفلوس من صدري؟ ده انت ناقص يا وليه كنت تشقيني نصين وطلعي الفلوس من بطني. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، مفيش قطر يدوسك يا اختي واخلص منك، اعوذ بالله منك، اعوذ بالله. وليه مهبوشه صحيح؟ ناقصه. أشجان حبيبتي الحمد لله على السلامة. أنا فين؟ حبيبتي احنا في المستشفى. أنا كويسة مش كده؟ اهدي اهدي بس يا حبيبتي. اللي في بطني كويس؟ حبيبتي انتي جالك نزيف. سقطوني صح؟ سقطوني بس تتكلم. سقطوني. ما تقوليش جالي نزيف. انت جبتني هنا عشان تطمن عليا، تطمن على اللي في بطني عشان تعرف ميعاد ولادتي مش كده؟ هتحملي تاني وهنخلف. فاكره لما قلت لي هنخلف الفرسان الثلاثة؟ اشمعنى؟ اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده؟ يا رب ليه؟
أشغال ما تتعبيش نفسك، أنت لازم ترتاحي. أرجوكي أرجوكي اهدي. مفيش حاجة حلمت بيها عرفت أعملها. ترتاح. أنا لسه العمر قدامنا. هتخلفي تاني. هنعمل كل حاجة. حتى الحاجة الوحيدة الحلوة في حياتي. أنضف حاجة في دنيتي. راح هنخرج من هنا نبدا حياتنا من جديد. اشغال احنا معانا فلوس كتير، هنعمل كل اللي احنا عايزينه. ربنا بيحاسبني عشان انا اذيت ناس كتير، اذيت جوزي الاولاني واذيت وزة. حتى انت ما سلمتش مني، انا اذيتك وخليتك تخسر امك. مضت على كل الورق يا باشا. تمام. يلا بت. يلا ما دام مضيتي غوري في داهية يلا. طب والمحضر؟ لا صحيح. عشان خاطر يا طارق باشا قطع المحضر. ايه اللي هعمله ده عشان انت غالي علينا يا ابو الكوامل؟ ده محضر ضبط واحضار. وانت عارف يا باشا انا اللي يعمل معايا جميله بشيلها له في رقبتي. سمعتك سبقاك يا ابو الكوامل. لسه قاعده بت؟ يلا غور من هنا. غور يا بت، بلاش لعب عيال. ليك يوم يا ابو الكوامل. ليك يوم. غوري. ثلاث سيدات حققن الشهرة والمال والسلطة، إلا أن ذلك لم يشبع أطماعهن. ثلاث سيدات صعدن من القاع للقمة في رحلة يكتنفها الغموض. ظالمات أم مجني عليهن؟ تعالوا نستمع للحكاية لعلنا نصل للحقيقة. يلا يا بت، هقول له بنتك هجت وسبت الدار. يا ولية يا مفترية، انت تعرف ان انا لا حبل ولا عشجان. كنس ومسح وغسل وطبيخ وترويق وتلميع وحموم العيال وتفليتهم. تعوضني عن ايه ولا ايه؟ ده انتوا تلميتوا عليا ونهشتوني كيف الديابة. انت وخواتك ضيعتوا شرفي، وجاي دلوقتي تقول لي عوضك؟ جاي تخلص عليا على اخر حته فيا ما دقتش القلم؟ وانا اللي مكتوب عليا رد على الواد هم وغم؟ ما حدش قال لك تطلعي يا حبه عين امك، وانا كمان ما قدرتهمش يتجوزوني. الاول واحد يجي يخبط على باب بيت. يعني انت جايباني هنا تاني معاكي عشان اشتغل خدامه؟ عايزه حاجه ما حصلتش، عايزه تعذيب ما حصلش، انا عايزه فلوس. طلعي روحي. أسرع عربية كده بتيجي تقعد هنا كام يوم كل سنة كده. احنا بنروح ناخد يخت البضاعة من ميمي وبننزل على المهندسين طوال. بس أهم حاجة ما تبقيش كاش خالص، كله قسط. الحاجات دي كلها قطن العوامرين، أحسن قطن في البلد. صدقتي والنبي يا حاجة، ده الرجالة كلها عايزة أطمر أبيها، ما فيش راجل عينه مش زايغة. أما أقول لك تعالى. يا ويلي ويلا. بص. أنا عايزة أقب على وش الدنيا، عايزة ألعب بفلوس لعب، عايزة أبقى زي بقية الهوانم، أتسيغ وأتستت وما أشتغلش عند حد ولا يهين نفسي. عايزة أطلع عين الرجالة كلها وأخد حقي منهم بعد ما هانوني. عايزاني أحبك أكتر بقى؟ تعالي نخش المغزل بكرة. بت يا شريف، لو النعمة شريف تمسكي في الواد ده، الواد كان في إيدك زي حتة الحلاوة، تهجمي عليه وتخلصي الموقف. ما عندكش أغنية حلوة كده نرقص عليها؟ إيه ده؟ إيه أنت عايز ترقصي؟ آه عايز أرقص. قول لي زوجتك نفسي وأنا أقول لك كده وخلاص. أنا سرقتك؟ ليه كده يا شيخ؟ ما حرام عليك كفاية الغول باللي أنا فيه. سرقت ده إيه؟ ده الراجل الكبير جابهم لي لحد رجليا وقال لي اتفضلي يا توحة، خدي الرزم دي وخدي الذهب. دفعتي يا أختي فلوس كتير. ما يهمكيش يا قبر، أهم حاجة بس إن رشا تخف وتقوم بالسلام. دي رشا دي نور عين. يعني فلوس
فلوسي راحت وانت مالك انت كام؟ فلوس كتير تعبي وشقايا. والفلوس الكتير اللي اتحصلت عليها في المده القصيره دي ازاي؟ يا رب انت اللي عارف انا اتظلمت قد ايه. اسمع كويس، ساعه ما بيتي وانت سائل عوج عليا وصابر ومستحمل، قلت احتمال تتعدل عشان عندها ظروف، لكن تيجي تسرديني ده بعينك. تعالي هنا اهو، هاتي الفلوس يا بنت وانا اجيب الحاجه. فلوس ايه؟ معيش فلوس. يا بنت يعني ايه معيش فلوس؟ ايه ايه هاتي الفلوس من ثانيه. ايام هاتي يا بنت الكلب يا وليه. حرام عليكي حرام عليكي، ياما شايده فيهم طول اليوم. دخلت بقى على ابنها لقت المجلات كل الشرايط وكده، راحت مديالي هدومي وكرشاني وقالت لي ما اشوفش وشك تاني. اتبهدلت في الدنيا دي واخرتها زي ما انت شايفه كده، شقيانه في خدمه البيوت. طب واللي يدلك بقى على حاجه تستحملي دقايق وتكسبي فلوس كتير وتعملي كل اللي انت عايزاه؟ بصي يا توحه، شغلتنا دي يا حبيبتي ان احنا نبسط الناس ونفرفشهم. انت من ساعه ما جيتي هنا وانت قعدتي كل البنات على الدكه الاحتياطي. انا بقى هطلب منك بيوت معينه تدخليها. يا لهوي وزه، تعالي هنا. انت كذاب كبير وزه وخرامي وجاسوس. لكن بس يا مدام يا حرام عليكي يا شيخ، حرام عليكي يا مدام. هو انا عملت ايه؟ انا كنت برتب البيت. كان نفسي اتصور صوره عائليه معاك انا وانت كده قاعدين جنب بعض، وانت واقف هيبه ماسك سيجارتك وانا شايله الواد منعم كده على ايدي كده بهز. لقمه من ايدك زي العسل. بدل جبت سيره العسل بقى، انا عامله لك لقمه القاضي غرقانه في العسل. حلو كمان؟ حلوه قوي قوي يا شيخ حسن. انت مش اي واد وخلاص، انت شيخ بيعلم دين، يعني لو عرف انا عملت ايه قبل كده هيرجمني. عايزه راجل اترمي في حضنه واتسند على حيطه بدل ما تميل بيا الدنيا والذنب. وانا هبات؟ مش بيتي يا ابني. رجالي هنا بنت ابنك، انت مجنون ولا ايه؟ قلتش تعالي. باشا مش هروح للراجل ده تاني، شايف الكرابيج معلمه على جتتي ازاي؟ ده شوهني. هتروحي له ورجلك فوق رقبتي، مش بمزاجك. بعدين شوف انت واخده قد ايه في ليله واحده، فلوس ما ياخدهاش رئيس مجلس اداره في شهر. ايه ده يا بنت؟ عيب عيب ما يصحش. هو ايه ده اللي عيب؟ اللي انت بتعمله ده هو العيب، مش زي بناتك انا. كل ما هنالك ان انت هتستقصي على اصحاب الشقق اللي انت بتروحي لهم دلاله، بيخرجوا امتى؟ بيرجعوا امتى؟ فهميني فهميني وقوليلي. يا نهار اسود يا نهار اسود في بنتك يا لواحظ. يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا بنت الكلب، ربنا ياخدك من وشي، ربنا ياخدك من وشي، ربنا ياخدك من وشي. مش نهار اسود تكبر من ابويا. طب ما هو ده المطلوب، راجل كبير وعايز يتدلع بشويه حركات منك نشيله الليله. انتي عارفة ان بيني وبين الحرام حتى ست ماشية مع حرامي وظابط في نفس الوقت. مبروك يا سيد. مبروك يا وزتي. خدت الوردة المفتحة. فخدة، انت يا زفت يا فخدة، قلعلي البت دي مالت واديها لي علقة موت. وحياة النبي اللي هيقرب مني عشان نصين، انتوا فاهمين ولا لا؟ من النهاردة خلاص مفيش سرور، مفيش غير الأبلة الجديدة، أبلة توحى. ربنا هيشفيكي هتشوفي هتبقي زي الفل. يا رب والنبي تقبل مني يا رب، وسخرني ساعد الناس الغلابه والمحتاجين، يمكن اقدر اقلل عذابهم. واللي غيظني الكلبه دي، اللي انا عملت منها بني ادمه، واول ما فكرت تعض بتعض فيا انا. ماشي يا توح ماشي، ده انت حياتك يا بنت كلها ما تسويش تمن رصاصه من المسدس ده. نهرب نروح على بلدنا، هناك ولد دبال لازم هيعرف يوصل لنا. ده الكارت بتاعي، لو فكرتي انك تشتغلي يا سلام هبقى مبسوطه قوي لو اشتغلتي معايا. لا انا افكر طبعا اشتغل، بس يعني لا مؤاخذه اشتغل ايه؟ عارفه يا بنتي يا خوخه، انا من ساعه ما شفتك وانت دخلتي قلبي، دخلتي الحته دي كده، وقلت هي دي اللي هتبقى سندي هتساعدني في شغلي.
ده احنا بنسطر البنات. يعني البنت من دول بدل ما تتعرف لها على واحد ويلف عليها ويضيعها، احنا بقى بنجوزها بدري بدري، واللي تعمله يا اختي في الحرام بتعمله في الحلال. هو كله بسميره. الاسبوع الجاي هتتجوزي. ايه؟ العريس ما يهمنيش يا حبيبتي انه يعجبك ولا ما يعجبكيش، المهم عندي انت تعجبيه. يعني اتجوزه من غير ما اشوفه حتى؟ اوه من غير ما تشوفي حتى؟ علشان انا شفته وقررت ان انت هتتجوزيه. قولي لي يا حبيبي. يا حبيبي. يا 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 مصعب. ايوه باشا بيت وسط، وانا ابوها يا باشا. خير؟ مطلوب القبض عليه فين؟ الفلوس دي امانه تصرف بيها على ابوك وامك وتجيب لهم كل اللي نفسهم فيه. ادخلي يا بنتي يا معفنه وتنيلي، اللي قدها بدها تلاقيك سرقان. لا ده انت عايز تتربي يا حبيبتي. عشان اعلمك بقى الادب. بس يا ست انت وهي بعادوا حلو عندي بقى انت وهي. الله هو ده. بيقولوا يعني انت ناويه تقتلي البت فنان. صعبانه عليك يا حبيبتي؟ خلاص تعالي تقتلي معاها. انا قضيت معاكي احلى ايام حياتي انت وطوح، مش هنساها ابدا. ربنا يكرمك يا اختي ويكرم طوح مطرح ما راحت ولا كانت يا رب. انا قررت اعين وزه. ليكي طعم تاني يا طوح، كذا ست في بعض، دي حاجه كبيره قوي يا طوح. أنا عمري ما كنت ليكي عنه. طلق. هو أنا قلت لها لازم تشتغل دلوقتي حالا؟ أنا بسألها ناوي على إيه؟ مخنوقة يابا، وكفاية عليا الفترة اللي قضيتها في السجن. أنت بس نزلني فرح وأنا أوريك الرقص على أصوله. الرقص مش في المكتب، الرقص في الفرح عقبال عندك. هديكي فرصتك، واديتها لناس كتير، بدأوا من عندي في الرقص لحد الإعلانات والسيما والتلفزيون، واتشهروا والأشياء بقت معدن. هو أنت بتعتزلي عشان تحس إن أنت غلطان، ولا عشان أنا بشتغل الرقاصة بتاعت الفندق اللي أنت شغال فيه؟ ده هيبقى مكانك، هدربك وعلمك إزاي تدوريه، وأسيبك تدوريه وأهتم أنا بقى بشغلي التاني اللي بره. قلت إيه؟ إدي على كتف. أقلب العرفي لرسمي. قولي له يا فتحية زوجتك نفسي. زوجتك نفسي. قول لها وأنا قبلت ذلك. وأنا قبلت ذلك. البنت خوخ. مالها؟ ورثت 10 مليون درهم من جوزها. بصراحة أنا ما شفتش رجالة بعد ما الشيخ مطوع مات. وأنا يعني ممكن أبني المسجد للشيخ حسن؟ أرجو إن كلامك ده ما يعطلنيش عن فعل الخير. هو ده اللي بيفضل في الآخرة. تأكيد قادر. أنت كنت أشرف راجل شفته في حياتي. لما أعرف إن هو في يوم من الأيام ممكن يجي يقتل عشان ينتقم، يبقى مش ده الراجل اللي أنا عرفته. كابتن فارس ده نجم منتخب مصر. أقسم بالله بحبك. يلا نقرا فتح. أنا عايزة حاجة كده مش هدخل فيها بس بفلوسي، عايزة أدخل بروحي وقلبي، تبقى كلها كده حاجة بتخصك يعني. شيخ حسن نصاب ما تقوليش كده، أنت بس اللي نيتك وحشة عشان الأشكال اللي قابلتيها. أدي شيك بنص مليون. ربنا هيبارك لنا في مشروعنا بإذن الله. أنا معتبرة مهر. شوكة الحمصاني هيبعت لواحد تاني كل أملاكه وفلوسه عشان يشتغل بيها لحد ابو الكوامل ما يطلع من السجن. ومين هو الشخص التاني ده؟ انت. انا؟ اللي يشوفك كده والنبي يقول عليك زي بتوع السينما بالظبط. الفلوس عندي ولا يهمك، انا اللي هموت. انا نفسي في حته عيل، دي امنيه حياتي يا حسن. انا هنولك اللي انت عايزاه، انا موافق ان احنا نتجوز. ان استخرت الله العظيم. إني استخرت الله العظيم. على أن أزوجك نفسي وبنفسي. على أن أزوجك نفسي وبنفسي. طب وما رحناش على المستشفى ليه؟ يلا يلا عشان نقوم. يلا اهدى 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 خالص، هتصرف هتصرف. فارس جوز ماله؟ هيموت من الوجع ومفيش حاجة بتسواها غير البودرة. وانت بتغير عليا ولا ايه؟ اه بغير عليكي وبحبك كمان. اسمعي يا حبيبتي،
انا اللي قاعده هنا دلوقتي، الفلوس فلوسي والكلمه كلمتي، وابو كوامل بقى مش معينك وصيه عليا. ابو الكوامل بيقول لك اتلمي. ده انا حبيتك واديتك كل حاجه، كل حاجه يا حسن، اديتك كل حاجه. يا لهوي الحقوني يا بنات والنبي لا اوريكي. تعالي هنا يلا. انا روحت في داهيه خلاص، هتصرف حد العقد وده الرحمن. سمعت حد تلبس؟ وانت ارفع لي قضية زين عن الهانم. حاضر يا باشا. فاكرين يا بنات اول مره جينا هنا كان جوانا فرح، كنا حابين الدنيا قوي. حاسه اللي حصل ده حلو؟ قصدك كابوس. المهم ان هو مش حقيقي. لا حقيقي بقى، ولازم تصدق عشان بعد كده ما تقعوش فيه مره تانية. مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه. وانتوا فاكرين يعني ان اللي حصل ده اول مره بيحصل؟ ده ياما دقت على راس طبوط، ياما الواحد وقع وقام وقف على رجليه تاني. هيجرى ايه يعني؟ هنستسلم؟ هنستسلم للدنيا وعمايلها فينا؟ انت غيرنا، انت مش زينا. انت مصيبتك كلها كانت مع جوزك، كان انا وخوخة مصيبتنا اكبر بكتير. احنا اتفضحنا قدام الناس كلها لما طلعنا على التلفزيون. الناس ما كانتش مركزة معاك، الناس كانت مركزة معانا. شوف يا وزة، كنت خايفة على منظرك قدام الناس. ياما الناس بيحصل قدامها فضايح أكتر من كده وبينسوا. كنت زعلانة على نفسك. اقفي على رجليكي، استقوي، ما تستسلميش. عادي يعني، كل حاجة بتحصل وبتعدي، ياما مصايب وبتعدي. أنا كان مخليني أحب الدنيا ان انا كان عندي امل ان انا اعيش مع حسن واكمل معاه. خلاص احب الدنيا دلوقتي ليه؟ وانا انا عملت حاجات كتير قوي حرام يا توح، والحرام ده طريق وحش قوي، يا ريتني ما مشيت فيه. احنا لازم نعيش في الدنيا عشان المتعه، نستمتع بكل حاجه وناخد من الدنيا كل حاجه. انتوا فاكرين ايه؟ احنا هنيجي الدنيا كده هوت ونعدي ونمشي وما ناخدش منها حاجه؟ واحنا اتخلقنا ليه؟ انت هتكفري بالله يا وزه؟ أنا مش قصدي حاجة، أنا بسأل. هو إحنا اتخلقنا عشان نفضل نجري ورا الدنيا ونجري ورا متع الدنيا وفلوس الدنيا؟ يا أختي أنتوا مالكوا بقيتوا كوكب أنتوا الاتنين كده ليه؟ أنا فاكرة إن إحنا جايين هنا عشان ننبسط وننسى اللي حصل. خلاص بقى، هو إحنا جايين هنا أهوت عشان نقعد نتنكد ولا عشان نفك عن نفسنا؟ هو أنتوا بس المبليين؟ ما أنا زي زيكم. أنت زعلانة عشان معكيش فلوس يا توح، وفاكرة إن إحنا مرتاحين عشان لسه معانا فلوس. الفلوس مش كل حاجة. لا الفلوس كل حاجة، الفلوس بتخلي ليكي قيمة، معاكي قرش تسوي قرش، الناس تحترمك وتقولك يا ست هاني. وبعدين يا اختي ما انت معاكي فلوس قد كده يعني عايشة ملكة، انما الرجالة دول مالهمش لازمة، الرجالة دي راجل رايح وراجل جاي. أنا مش زيك يا توحة، أنا حبيت. وأنا يعني اللي عرفت 100 راجل؟ ما تقولينيش كلام أنا ما قلتوش. بس يا جماعة بس، وإحنا جايين عشان نتخانق، إحنا جايين نقعد مع بعض، مش أنتوا قلتوا بطلوا كآبة؟ ما انتوا اللي قاعدين تولولوا من ساعة ما جينا. احنا جايين هنا ننبسط ونفك عن نفسنا ولا نقعد نتكلم بقى في اللي فات؟ ده انا كنت فاكرة نفسي اخرج من الكآبة لما اشوف البحر. خلاص يا اختي، طالما البحر ما جابش معاكي نتيجة، قومي يلا اقلعي الجلابية دي وانزلي المية. طب هنزل يا توح. طب يلا قومي نسابق بعض. يلا يا اختي. يلا. طب استنى استنى. وفستاني، فستاني الماركة، والمازتي وذهبي، وبرانيتي. هجيب لك بوديلوشن يا بنت. ايوه يا بنات. يلا قوموا يا بنات قوموا.